أعزائي الحضور المستمعين والمستمعات، أنا صقر إدريس ورحب بكم جميعا شوية حكي على منصة المهاجرون الآن، المنصة التي تسلط الأضواء على قضايا المهاجرين واللاجئين، تنقل أخبارهم، قصص التحديات والصعوبات والنجاحات التي لاقوها حول العالم، وكل ما يساهم بنفعهم من معلومات وخدمات. اليوم راح تكون معنا لين الهندي. لين هي مصممة معمارية سورية وصلت لفرنسا عام 2015، دخلت الجامعة سنة 2016، حازت على المركز الثالث في المدرسة الوطنية العليا للتصميم المعماري بديجون. الجامعة تعتبر من أصعب وأعرق الجامعات بفرنسا، وهي نفس المدرسة التي تخرج منها المهندس الشهير جوستاف إيفل. بعد اختياره مع 12 طالب وطالبة من أصل 3000 تقدموا للدراسة من الجامعة، طوعت لين لتعليم اللغة الفرنسية بما أسمته تعلم اللغة الفرنسية أو تعليم اللغة الفرنسية بأسلوب مبسط. مرحب فيك لين. مرحبا لين الهندي. لين، في عنا اليوم مستمعين مستمعات أبدو رغبتهم بالتواصل معك. أنا شفت التعليقات أيضا على المنشور، التفاعل كثير، في معظمهم كانوا مرحبين وشاكرين. قبل ما نبدأ بالتفاصيل، ممكن نعرف مين لين الهندي؟ لا، انت شرحت عني كتير منيح. انا من النوع اللي ما بحب كتير احكي عن حالي، بس بما انه سألتني هذا السؤال ممكن يعني احكي شوي عن حالي. هلا في شيء انا عندي اياه، هو قاعدة بمشي عليها بالحياة، هي قاعدة عبارة عن جملة فرنسية، يعني سامحوني حاحكي بالفرنسي: نوبلي جامي كو ريان ني امبوسيبل، يعني ما في شيء مستحيل. هي الجملة ربيت عليها ولهلا بضل بقولها للطلاب: ما في شيء مستحيل، تقدروا انتم تعملوا اي، ترسموا الاهداف اللي بدكم اياها وتمشوا فيها، حتى لو صارت ظروف وتغيرت الاهداف وتغير المستقبل فيكم تضلوا مستمرين، ترجعوا تخترعوا اهداف، يعني تضلوا بنفس هذا الطريق. هلا انا بدي احكي عن حالي، انه انا لين من الشام، عمري 29 سنة، درس فرنسي هلا حاليا، ودرست هندسة عمارة بجامعة دمشق سنتين، وبعدين وقفت فترة. طبعا ضل حلمي دائما يعني عم بيرافقني اني انا بدي كفي دراستي، ما وقفت يعني هذا الحلم، ضليت مستمرة وعم حاول لغاية ما وصلت لهون لفرنسا، ورجعت لحلمي بعد 6 شهور من وصولي لفرنسا، ودرست بالمدرسة اللي انا بحلم فيها من زمان، هي تبع جوستاف إيفيل، هو ولد بديجون بنفس المدينة اللي عشت فيها، ورحت زرت البيت تبعه اللي ولد فيه من أدماني أنا، يعني هو بعتبره قدوة، كتير متأثرة فيه أنا. عملت فيديو عن حياته بتشوفوه، بتقدروا بالقناة تبع اكتشف فرنسا، حتى حضرت مؤتمر عنه، حاولت أكون عضوة من العائلة تبعه يعني من الأعضاء، واشتغلت على هذا الشيء، ضليت شي سنة يعني من ضمن العضوية تبع جوستاف إيفيل، بما أني أنا درست بما درسته، كنت أول سورية بفوت على الإكول وبتخرج منه مع مانسيون. بعدين شوي حاولت يعني خلال هاي السنة انتبه لأهلي، إنه هني كانوا عم بيتعلموا اللغة بهاي السنة اللي أنا كنت مشغولة فيها بالجامعة أنا وأختي، فكتير لفتوا لي انتباهي إنه هني عم بيعانوا من اللغة، وأنا بنفس الوقت كنت عم بعاني من صعوبات يعني بالجامعة بالدراسة بهيك، فما قدرت ساعدهم، بس كنت منتبهة عليهم منيح إنه شو عم بيصير عندهم. كنت أوقات أقطع، يعني أقطع محاضرة إذا محاضرة مو مهمة عندي إياها، أقطع وروح أحضر معهم كمستمعة أشوف المعاناة تبعهم شو عم بيصير عندهم، وكتير هاد الشيء أثر فيني، يعني حضرت دورات بالأوفي، حضرت بالسنتر سوسيال، كنت أروح زيارات يعني بالجامعة FLE على مدار السنة، كانوا يروح يقعدوا 3 ساعات فيها، حتى كتير في أسوسياسيون جمعيات رحت عليها. بعدين كتير تأثرت إنه لقيتهم هنين عم بيعانوا وعم بينصدموا، مو بس هنين لحالهم، كتير في ناس، السبب إنه كانوا بالدورات كانوا عم بيفوتوا دغري بمنهاج هيك، يعني كأنه نحن بنعرف اللغة من زمان، حتى هون وقت بنوصل لفرنسا بيتعاملوا إنه نحن فرنسيين لازم نعرف كل شيء، قواعد الإتيكيت، العادات، التقاليد، اللغة، كل شيء لازم نكون بنعرفه، ما بيصير. هل أنين كتير تعاملهم لبق ومحترمين، يعني ما بيضحكوا على حدا، بيصلحوا لنا الأخطاء بلباقة وهيك،
بس المشكلة إنه عم بيتعاملوا معنا كأنه بنعرف هذا الشيء من زمان، بنعرف اللغة من زمان. فأنا ها كنت عم بحاول أشتغل بجروباتي إني أنا أبدأ من الصفر، يعني شوف شو المعاناة وأعمل دراسة عن هذا الشيء. هلأ هي كمان بدي أحكي شغلة عن شهادتي، إنه أنا شهادتي فادتني بعد ما تخرجت بشيء إنه أنا يعني حبيته كتير، هو إنه استغليت علمي وعكسته على حياتي إلي أنا وأهلي، وخصوصي وقت غيرت مدينة. يعني بعد ما تخرجت وجينا على بيت جديد عملت له ديكوراسيون انتيريور، وحاليا يعني كنت عم بشتغل مع فكرة مع الميري إنه أعمل مثل أبسايد داون هاوس، مثل ميزون آلان فيغ، هو مثل بيت مقلوب، مثل مشروع سياحي مميز وفكرته غريبة. هاد الشي شفته بماليزيا وعم بحاول أعمله هذا الشي يعني ببلدي المستقبلي اللي حيصير هون فرنسا. يعني بحاول دائما أي نجاح أعكسه على حياتي، على الشي اللي أنا موجودة فيه. يعني النجاح مثلا ممكن ينعكس على مدينتي نفسها اللي أنا هلأ عايشة فيها هيك يعني. فإنه إذا حدا عنده أي استفسار لعند هون قبل ما يكفيني لا لين ممكن أسمع. يعني ذكرتي نبتة هون، ذكرتي انه هدف تطوعك لتعليم اللغة الفرنسية انك شفتي معاناة اهلك. يعني انا اللي عرفته ان عندك حوالي 400 طالب او اكثر من 400 طالب، ممكن تحكي لنا كيف بدأتي المشروع؟ اوكي مشروع تمام. انك تطوعتي في، بعدين راح نفوت بالبداية اول شيء، بعدين راح ننتقل على الصعوبات. فكرة المشروع كيف بدأتي فيها؟ هلا اول شيء كان هدفي انه انا اوصل اسلوبي وطريقتي بشكل مبسط للاشخاص اللي بحاجه يتعلموا اللغه. يعني كنت بس عم بحاول اخفف الضغط عنهم، اقول لهم انه اللغه مو صعبه، هي البدايه كانت مو صعبه، خصوصي اللي وصلوا جديد لفرنسا او اللي كبار بالعمر او اللي عندهم اولاد صغار، او حتى ممكن اللي بالجزر يعني مثل غويانا او بالجزر الفرنسيه او اللي جايين على فرنسا. كنت عم بقول لهم انه ما تخافوا من اللغة، يعني هي مفتاح البلد، بس بنفس الوقت ما في شيء بيخوف. يعني انه ممكن تحطوا هدف قدامكم وتمشوا عليه، يعني دائما لحتى تتعلموا اللغة بتكون تمام، هدف ولكن مشاركة. أنا اللي عرفته أنه صار لك 10 سنوات تقريبا بدأت من المشروع هذا، تعلم وتحدث اللغة الفرنسية أو الفرنسية بأسلوب مبسط. ايه هو مزبوط هيك. هلا وقت كنت انا بسوريا كان في أختي خريجة أدب فرنسي اسمها هانيا الهندي مع دبلوم وهيك، فهي بدأت الفكرة إنه أنا وياها كنا نفس الهوايات. بدأت الفكرة إنه من 10 سنين بدها تعمل صفحة على الفيسبوك وتساعد الطلاب يلي بسوريا نفسهم يلي عم بيعانوا من اللغة. وهلأ هي صارت مدرسة على مستوى بدبي بمدارس فرنكوفوني، وأنا كفيت بالصفحة لحالي. هلأ حاليا لحالي، أوقات أختي بتساعدني بس هلأ شغلت بدراستها يعني، فإنه كل شي علمي. بديت تقريبا من 4 سنين عملت مثل جروبات على الماسنجر وعلى الواتساب، حاولت شوي ساعد الصبايا والشباب، بس حسيت في شي ناقص اللي هو المنهاج، ما عم بقدر أوصل لهم الفكرة تبعي. بعدين اختفيت سنة، يعني كفيت الدورات واعتذرت سنة كاملة. بهي السنة صرت أتقرب كتير من الفرنسيين والمجتمع وهيك، وشوف شو المعاناة تبع اللاجئين، شو الصعوبات. بعدين عملت منهاج على اليوتيوب، حاليا هلأ صار 3 مستويات ومكفية رابع وخامس إن شاء الله. حطيت فيه أكتر شي مهم هو للحياة العملية، أكتر شي ممكن نحتاجه، وبديت أتقرب من الناس تقريبا من شي سنة. عملت تقريبا لغاية هلأ صاروا 17 جروب على الواتساب، وصرت مستقبلة أكثر من 475 صبية وشب لغاية هلأ. كم مجموعة في، يعني كيف عم توزعيهم بالمجموعات؟ لين 475 رقم كبير، يعني مدرسة، هدول عدد طلاب 400 مدرسة كاملة. اي تمام. هلأ 475 مو هلأ يعني مو موجودين هلأ، هنين على على فترة فترات متلاحقة، يعني مو دفعة واحدة يعني. اي، بس المجموع يعني الكامل تبعون 475، لانه انا مثل تمام. بشتغل على نقاط او هيك، فمن هيك بعرف الاسماء كم وبعرف عدد عدد الطلبة الاشخاص. الحالية تقريبا؟ عدد الطلبة الحاليين تقريبا
هلأ حاليا الموجودين معي تمام. ولا ما تقريبا عندك، ما عندك إحصائية؟ ما في إحصائية تقريبا، بس تقريبا بين 85 لـ90 حاليا عندي. يعطيك العافية. بدي انتقل لين هلا نحكي شوي عن الصعوبات والتحديات، وخلينا نحكيها من شقين. الشق الأول أو محورين، المحور الأول اللي هي عند وصولك لفرنسا، والمحور الثاني كيفية التعامل مع الطلبة. أيضا هناك أكيد صعوبات أنت واجهتيها في التعامل مع الطلبة. لما وصلت لفرنسا، عند وصولك لفرنسا، شو هي أهم الصعوبات أو التحديات اللي واجهتك؟ نعرف مجتمع جديد، بلد جديد، ثقافة جديدة، حياة اجتماعية عائلية جديدة، وبالتالي كيف، شو هي الصعوبات والتحديات اللي واجهتيها وكيف تغلبتي عليها؟ أكيد هي الصعوبات والتحديات، أكيد كل حدا مرق فيها، يعني مو بس أنا، نفس الصعوبات تبع كل الناس، بس يمكن أنا أخف شوي لأنه كان معي لغة. بس كمان بتضل في صعوبات، إنه أنا يعني اللغة كنت أخذتها بمدارس فرنسية 14 سنة، كنت أحكي مع الراهبات بالمدرسة، بالراهبات هني من البزنسون، مدينة البزنسون، ما يحكوا إلا فرنسي معنا. بس بنفس الوقت ما كانوا يعني وقت إجيت لهون لفرنسا انه شوي اندهشت، انه كيف هيك كلهم عم بيحكوا فرنسي، شي صعب يعني، وضغط وغير المجتمع، وانفصلنا كمان عن اخواتي، يعني هنين راحوا يعيشوا بدبي ونحن اجينا لفرنسا. كمان نحن بطبيعتنا اجتماعيين كتير زيادة، يعني في حياة اجتماعية، في مناسبات، في اعياد، كله هذا يعني فقدناه وقت اجينا لفرنسا. فهي كانت اكبر صعوبات بالنسبة لنا، بس حاولنا انه نكون كعيلة مع بعض مترابطين، كنا 4 أشخاص ولهلأ مستمرين مع بعض، يعني عم نعطي القوة لبعض، هذا السر لا تجاوز أي صعوبة. طيب، أنت دخلتي على المدرسة الوطنية العليا للتصميم بديجون، تم اختيارك مع 13، أو كنتوا 13 طالب وطالبة من أصل الآلاف تقدموا للدراسة بالجامعة. يمكن هذا، أو كنت أول سورية دخلت هاي المدرسة، حكيتيها أنت. هذا بعتقد أنه مثل ما حكينا قبل ما نحن عم نجهز للحلقة هاي، أنه هذا ممكن خلق منافسة وأحيانا أذية أذوكي. ممكن تحكي لنا شوي عن تجربتك بالجامعة وكيف خربوا لك مشاريع، كيف، أو وجدت أنه في مشاريع مخربة قد يكون عن حسن نية عن سوء نية؟ ممكن تحكي لنا شوي، تشاركينا هاي التجربة لين؟ اوكي تمام. بس هلا مثلا لما بتوصلني مسجات انه ما عم بيسمعوا صوت، فممكن اذا بنتاكد من حدا انه اذا الصوت واضح. هلا ما عم يسمعوا صوت، يرفعوا صوت الموبايل، من الموبايل فين يتحكموا، من التليفون فين يتحكموا بالصوت، أو لازم يوصلوا الموبايل على إنترنت البيت، لأنه لما بيكون على إنترنت الموبايل بيكون سيء. يفضل يوصلوا الموبايل على إنترنت البيت. اوكي تمام، انا واللي اذا كان عنده الصوت واضح يعني ما في اشي. أي استفسار ممكن يبعث لي رسالة إلي أيضا، مشان ما يسوي إرباك عند لين. إيه لين، نرجع لما دخلتي أنت، احكي لنا كيف تمت المنافسة، كيف تم اختيارك، كيف تمت المنافسة، شو المشاكل، تكسير وتخريب المشاريع اللي عملتيها ضمن دراستك. هلا اكيد مو بسهوله اني انا فزت للجامعه، يعني مو اني قدمت فتت دقيت الباب وقلت لهم بدي فوت فوتوني، لا اكيد اصعب من هيك كان هذا الشيء. بس انا كنت قبل بمصر تعرفت على رئيس الاوفيبرا، كان من حظنا انه كان مع البعثه الرئيس نفسه قابلنا، هو يتاثر كتير فينا انا واختي، انه كيف بنحكي فرنسي، انه انتم لازم دغري مباشره اول ما توصلوا لفرنسا دغري تفوتوا على الجامعات. فصار هذا الشيء، استقبلنا من المطار، ولأول مرة بتصير يعني بفرنسا إنه رئيس الأوفيبرا يجي على المطار يستقبل عيلة، ما كان في غيرنا بالطيارة نحن. بعدين إنه أعطانا رقمه وصرنا مثل أصدقاء، يعني نتواصل معه أي شيء بنحتاجه هيك، وانتقلنا لديجون، يعني رحنا على مدينة ديجون، ففي أسيستان سوسيال هي اللي استلمت ورقنا وهيك، قلنا له انه بدنا نكفي جامعات، قال لا ما بيصير مستحيل هذا الشيء، وصارت تضحك وما قبلت يعني بهذا الشيء. تواصلنا معه انه قال انه انتوا بلشوا حضروا اوراقكم وقدموا على الجامعه. قدمنا على الجامعه انا واختي، اخذنا رفض، انه يعني لسه جداد، يعني شلون انتوا سوريين وجايين تفوتوا. نحن طبعا ما فقدنا الامل، لانه قلت لكم انه ما في شيء مستحيل، هذا الشعار دائما موجود. طلبت انه انا اقابل المديره تبع الايكول
وبكل ثقة بالنفس إنه أنا بدي أشوف المديرة نفسها. بعدين عملوا حددوا معي مقابلة إنه أشوف المديرة، أخذت لها أعمالي شوي المعمارية وترجمت ورائي كلياتها للفرنسي. هذا الحكي طبعا بعد 6 شهور من وصولي لفرنسا دغري مباشرة. شفت المديرة أعجبت يعني بشخصيتي هيك، وقابلتها بكل ثقة بالنفس مع أعمالي مع كل شيء. طبعا في صبية من يومين حكتني إنه راحت لنفس الإكول ورفضوها، يعني عم بتقلي إنه شو الطريقة لحتى يقبلوني، هي من الشام. تمنيت إنه لو تشاركنا اليوم حتى تحكي لنا عن تجربتها. السبب إنه عم بيرفضوا إنه هن برجوازيين كتير، الطلبة يغيش يعني أغنياء، ما في سوريين بيناتهم، ما في عرب حتى. فإنه هي منين جاي من بين 3000 بدون فحص، هيك بدها تفوت دغري سنة تانية أو تالتة. بعدين قلت لهم فيكم تجربوني، ممكن تجربوني فصل، إذا ما عجبتكم بطلعوني. قالوا لي أوكي بنحطك سنة تانية على حسب إنه أنتي دراستك. قلت لهم بدي تالتة، إنه أنا شايفة حالي بكون بقدر كون تالتة. طبعا بعد ما تعرفت على الطلاب وشفت مشاريع وعملت جولة بالمدرسة، قالوا لي لا، لأنه أنتي إذا فوتناكي تالتة حتكوني عم تاخدي مقعد حدا غيرك وحترسبي سنة وكتير حتنزعي سمعة الإيكول. عم قلت لهم أنا عندي ثقة وبوعدكم أي شي بدكم إياه، اعطوني تالتي وأنا على تحدي معكم. قام قالوا لي أوكي، وانقبلت تالتي وفتت وقدرت أثبت حالي بفترة كتير قصيرة. كانت لغتي يعني الأوغال الحكي ماله سريع كتير، كانوا يتمسخروا علي الطلاب يقولوا لي إنه أنت كيف بدك تقدمي مشاريعك بالفرنسي قدام جوري، لجنة كاملة بتجي من كل أنحاء فرنسا، كيف حتقدري يعني، كيف حتقدري تتعلمي كل البرامج بالفرنسي، كيف حتقدري تعملي كل هاد، يعني انتي وين فايتة سنة تالتة بيناتنا وبدك تثبتي حالك. حاولت استوعبهم. صار من رفقاتي من قلب الإكول 800 طالب، يعني كلياتهم كسبتهم لل 800 طالب. هلا الإكول كتير عملت ضجة يعني انا وقت طلعت منه. اللي صار انه بنص السنة كان مثل في تحكيم مشاريع، عملت يعني هني بيعملوا مثل تيست اختبار، اختبار للتخرج بنص السنة وبآخر السنة النهائي. فبنص السنة أنا مثل كان عملوا ضجة يعني مشاريع إنه كتير حلوين ومستوى عالي وإنه بدي كيف هيك. أسألك بدي أسألك هل يعني مريتي بمرحلة تجاوز باختبارات في البداية، ولا مجرد هو كان فقط اعتمادا على شهادتك بسوريا، أم عملوا لك اختبارات؟ لا طبعا اجوا البخوف كلياتهم تبع الايكول، الاساتذه يعني هدول اللي بدهم يدرسوني تبع السنه الثالثه كلهم، وطلبوا مني كتير طلبات يعني مستحيله تعجيزيه وعملتها. يعني طلبوا مشاريع اعملها، طلبوا حلقات بحث، كتير طلبوا شغلات مني وكلهم قدمتهم بالوقت المحدد وبعد هيك انقبلت. طيب المشاريع كيف انكسرت؟ انت لما عملتي مشاريع وكيف استخدمتي، او كانت التكلفة صفر عندك علما انه مشاريع مكلفة؟ هو اللي صار انه انا وقت فتت على الاكول اورديناتور ما كان عندي، يعني لابتوب ما كان عندي، كنت اقعد ساعات كتير طويلة بالاكول بعد الدوام حتى ضل الساعة 11 فاتحة حتى اقدر الحق المشاريع. فبنص السنة بهذا الفحص يعني مثل التيست، هو هاد اكزامان انه قدام لجنة بدنا نعمل مثل جاليري، يعني صالة كتير كبيرة معرض وبنحط فيه كل مشاريعنا اللي اشتغلناهم بالسنة الأولى والثانية ونص الثالثة. طبعا انا ما كنت معهم بالاولى والثانيه، اشتغلت عن 3 سنين وقدمت مشاريعي. قام اندهشوا الخوف، اندهشوا انه كيف انتي هيك قدرتي توصلي طبعا هيك البخوف السنين. مشان اللي عم يستمعوا هن الأساتذة المدرسين، بس مشان يعرفوا شو القصد بالبخوف. تفضلي اوكي كملي. اي بعدين كتير اعجبوا وكفيت بعدين كفيت الفصل الثاني. بس هون بدأت الغيرة عند الطلاب، يعني بدأت تنشأ غيرة، بلشت المشاكل والعقبات. حتى حاولوا انه هن كتير يعرقلوا لي، يتمسخروا علي، يقولوا انه يجيبوا مثلا مواد للمشاريع غالية كتير، يعني اوقات الماكيت بكلف بالالاف، ممكن يوصل حق ماكيت مشروع 10,000 يورو، وانا كنت لسه جديدة يعني مثل اي حدا ببداية حياته باوروبا. فمشاريع كلها كانت اعادة تدوير، كنت جيب انا كراتين بسيطة وخشب بسيط واشتغل عليه
ومع هيك قدرت أثبت حالي. هذا الشيء خلاهم الخوف خلاهم يعني يجوا لاتجاهي أكثر من اتجاه الطلاب، يعني ما بعرف كيف تعاطفوا معي. طيب وحتى في بخوف قدمت لي اورديناتور كادو هدية على تعبي، وقالت لي كفي السنة بهالاورديناتور بس بدي اياكي تعيدي كل مشاريعك على الاورديناتور بشهر يعني واحد. بعد يعني بعد الاورديناتور اللي هو الكمبيوتر طبعا، او اللابتوب، او اللابتوب المحمول، الكمبيوتر المحمول، بس للتوضيح. يعني هن تعاطفوا معك المدرسه لما شافوا المشاريع انكسرت، فقدموا لك هديه كمبيوتر على اساس انه ترجع تعيد المشاريع اللي تم تخريبها، ما هيك؟ اي هو هذا تقريبا مثل تسكيتة، يعني اجيت انه مشان اسكت عن حقي. مشان ما ترفعي بلاغ مثلا او تعملي قضية. اي مشان هيك، لانه انا مثل هددتهم ب انه حاعمل دعوة للمحكمة وهيك بالشي اللي صار، بالسرقة اللي صارت قبل بوقت كتير قصير من تخرجي، تكسرت ماكيتاتي وانسرقت مشاريعي وصارت مشكلة. فهددتهم يعني بالبوليس وبانه بدي اعمل دعوة، وهددتهم بالصحافة، نزلت هذا الشيء كمان على حسابي على الفيسبوك، و يعني صار مشاكل كتير، بس بعدين قدرت أنجح وقدرت أعمل صالة، طلعت كتير يعني مستوى عالي، أخذت المركز الثالث. حتى قالوا لي اللي كانت مسؤولة عن سنتنا إنه لو ما كنتي أنتي دارسة من قبل هالسنتين بسوريا كنا حطيناكي مركز أول، بس مشان سمعك الإكول نحن حطينا المركز الأول والثاني، هني الطلاب اللي درسوا سنة أولى وثانية عنا. طيب بنرجع هون لموضوع الطلبة. بعد ما أنت افتتحتي مجموعات التعليم، بتحكي لنا بالضبط إمتى بعد وقفتي سنة قلتي ورجعتي كملتي، إمتى بدأتي أو استكملتي تدريس الطلبة للغة الفرنسية، وبكم واحد بدأتي؟ هلا تقريبا بديت بشكل جدي وتقربت من الناس من سنة، من 4 سنين هو اشتغلت، يعني عملت جروبات وهيك بس ما كان في منهاج. بعد ما عملت اليوتيوب 65 فيديو تقربت من الطلاب من سنة، وعملت جروبات وعملت قوانين بالجروبات وبرنامج مشينا عليه ومستويات وعدد ساعات محددة، وكانت ناجحة يعني الجروبات، ما واجهت أي مشاكل فيها للشباب وللصبايا. إن عملتي مجموعات للشباب وللصبايا. طيب أي طبعا هون بنرجع للشق أو المحور الثاني من الصعوبات. الصعوبات طبعا نحن بنعرف إنه من مشارب مختلف الطلبة، حكيتي لي سوريين وفي غير سوريين من عدة جنسيات موجودين عندك الطلبة. طبعا أنا لاحظت إنه في كتير الطلبة اللي هلا ممكن يشاركونا تجربتهم، كثير اشادوا فيك تجربتك بعملك، امتدحوك، ولكن ايضا هناك كان في مشاكل. ممكن تحكي لنا عن بعض المشاكل اللي واجهتك مع الطلبة؟ هلا ما في المشاكل اذا كان الضخمة، يعني مش موجود كل ممكن مدرس يكون في مشاكل تنسيق، ممكن يكون في مشاكل ازعاج، ممكن الخروج عن المحاضرة او الدرس، او يعني خلينا نقول يعني صعوبات اثناء التدريس. طيب ممكن احكي عن القوانين يعني بالجروبات تحكي لنا عن وشو شروط القواعد التسجيل والجروبات. وشو عملت مشاكل. بس هيك هلا أول شيء من القوانين الأساسية اللي هي الشعار، هي أساسية يعني تنزل وقت بنزل إعلان بده يكون رقم واحد هاد اللباقة والاحترام، لأني أنا بحترم الكل ما بغلط مع حدا أبدا من الجروب. الحماس والتفاؤل كتير بيهمني كان ضمن الجروب، يعني إنه بده يكون الشخص حابب اللغة بس مو عرفان كيف بده يتعلمها، هيك بنحقق نتائج أسرع. وكان في شوية قوانين بسيطة يعني ما حأحكي فيها، بس لتنظيم حركة الجروبات والاستراحات وهيك، بس بنفس الوقت أنا كنت تابع كل صبية وكل شب وتقدمهم بالجروب، وسجل عندي حتى أصغر التفاصيل، يعني كل صبية موجودة أو كل شب هون بهذا اللقاء اليوم بعرف شو البداية ولوين وصل هلأ وشو مستوى لغته. وكمان حاولت أعودهم على التفاؤل، التنظيم، دقة المواعيد، يعني مثلا الدرس بيكون من 8 لل 11، 8 يعني 8 ودقيقة، لا يعني 8 بفتح ما بتأخر أبدا. حتى كنا مثل الأصدقاء، أوقات بنمزح حتى نكسر حاجز الخجل يعني من اللغة والخوف من المدرسة وهيك، إنه ما كطالب عندك مزح، قوانين صارمة، ما في مزح يعني.
ايه هيك صح، وبحاول ادعمهم يعني كنت كل الوقت. طيب هلا بنت يعني انا عم شوف انه لما حكينا ايضا قلتي انه ادخلتي هوايات فنيه اللي كسر رتابة او الدرس التقليدي او الكلاسيكي، شو هي الهوايات اللي ادخلتيها التفاعل معهم؟ وين؟ هل هي مجموعات واتساب ام بصفحة الفيسبوك ام هلا هو من ضمن الجروبات في عندي ميزة هي مثل بوان نقاط، وفي بونوس مكافآت وغميز خصومات إذا حدا بيطلع عن قوانين الجروب إذا صار مخالفين. فمن ضمن هي المكافآت كان في كورس تصوير فوتوغرافي مدته أسبوعين، كنت أعلمهم كيف يصوروا المناظر الطبيعية ويشاركوني إياهم ونزلهم بصفحة اكتشف فرنسا حتى نكتشف كل مدن فرنسا. فهذا الشيء يعني خلاهم يكتشفوا عندهم موهبة التصوير. وبنفس الوقت كمان في عندي كورس كمان كان هدية، هو عن اللغة كخير اسمه، مثل تحسين اللفظ أكثر، الكتابة، التخطيط، هالقصص كلياتها. هلأ من ضمن الهوايات كمان سألتني عن الهوايات، هي الهوايات هي تعتبر دعم، يعني بنصح أي صبي أو أي شاب يعمل هوايات بالشي اللي بيحبه. يعني ما فيكم تقلدوني لإلي بس كأنا، يعني ممكن أنا أحب الجيتار غيري ما يحبه، غيري يحب مثلا البيانو، العود، أي شي تاني. أنا مثلا بعزف جيتار من 11 سنة، بعزف كليمبا من 2 سنين، شو كمان عندي رسم راح بعمل نرجع على الهوايات، راح نرجع على الهوايات، ولكن لفت نظري انك قلتي بتعملي خصومات. شو بتعملي خصومات؟ كيف؟ شو المقصود بالخصومات للطلبة اللي بتعمليهم؟ لما بيطلع حدا عن قوانين الجروب. هي سألتني عن الصرامة يعني كيف تكون شديدة معهم. تماما. لما بيطلع حدا عن قوانين الجروب أو بيصير قلة احترام مثلا صبية لصبية تانية أو شاب لشاب أو حتى لإلي، فبيصير خصم نقطة يعني. بس هاي هيك الخصم النقطة لشو؟ يعني شو من شو مية مثلا من المكافآت اللي ممكن ستعطى له أو لها لاحقا يعني؟ هو في مثل جدول نقاط، كل درس بيكون فيه نقطة على الحضور ونقطة على الوظيفة، فإنه يلي بيغيب بيخسر نقطة، ويلي مثلا بشوف إهمال كتير كبير أو مخالفة للقوانين بيخسر بالجروب نقطة. فبعمل بيخسر نقطة. بس بنفس الوقت كتير بيصير عندهم زعل من خسارة النقطة وبيصيروا بيحسنوا حالهم، يعني بفرقهم كتير. يعني وبعدين مكافأة بآخر الدورة بلغي الخصم هذا. يعني هي القصة معنوية لتشجيعهم على أساس الالتزام، في حال أنه أنت مثلا على سبيل المثال بتحطي مثلا الأفضل من حيث النقاط، الأفضل عند تنشري أسمائهم لتشجيعهم، ولا بالضبط شو اللي ممكن بياخدوهم إذا كان واحد عنده نقاط أو واحدة عندها نقاط كاملة هو على شو بيحصل؟ بنهاية الدورة بتنزل النقاط كلها على الصفحة. هلا أنا عندي إيجاليتي بالجروب، مساواة، يعني رفيقتي بالجروب ما بعرفها، يعني حتى أي حدا يعني قرايبين إذا بيكونوا بالجروب ما بعرفهم، يعني بتعامل مع الكل إنه هن طلابي كلهم مثل بعض. حتى لو طالبة شاطرة وطالبة ما لي شاطرة بهتم باللي مو شاطرة أكثر من اللي شاطرة، لأنه بحس إنه هي بحاجة دعمي أكثر، مساندتي. بس بالنهاية بتنزل النقاط بالصفحة، في عدد محدد من النقاط بجمعون. مثل هلأ مثلا عملت جروب جديد فلازم يكون عندهم 14 نقطة لأقبلهم بالجروب. في صبية مثلا صارت آخذة عندي 80 نقطة، هاي الصبية أي جروب بتطلب تفوت عليه خلص، يعني صار معها مثل كرت ذهبي، كرت واسطة، يعني أي شيء بتطلبه يعني بساعدها باللغة بأي شيء، يعني بتتدلل أكثر. جميل هالتسهيلات، بتدللين يعني القصة عبارة عن تدليل دلال للطلبة يعني بتدلليهم. هيك يعني لا انه اخلق موتيفي وهيك يعني. انت طيب انا نشرت ايضا على في اعلى المجموعة والغرفة اكتشف فرنسا، هي القناة اللي حكيتي عنها اللي انت اسستيها، امتى اسستيها او امتى افتتحتيها هاي القناة لين اكتشف فرنسا؟ تقريبا بال2019 او قبل شوي عملتها هي مشان صور فيديوهات لمدن فرنسا وشوي احكي عن المجتمع الفرنسي، لانه بشوف ان اللغة هي لحالها ما بتكفي، شو لازم اللغة اللي تستخدميها؟ نتعلم عربي. طيب هون مكتوب انه اكتشف فرنسا ولكن بالفرنسية، وبالتالي تستخدمي لغة عربية، هل هي تشجيع للناس للبحث عن اللغة الفرنسية مثلا، ولا راح تنقليها للغة العربية لاحقا؟ العنوان ما فهمت سؤالك.
المكتوب هي مكتوب اكتشف فرنسا بالفرنسي. Découvrez la اوكي France. ايه بالضبط. وهي نفسها ايضا موجودة على الفيسبوك اعتقد، ما هيك؟ اللي على الفيسبوك صار له 4 سنين، والقناة صار له من 2019. هلأ أنا في عندي متابعين من كل الجنسيات، يعني حتى في ألباني، كوسوفو، حتى في روس، روسيين وهيك. فإنه حطيت ديكوفري لا فرانس حتى يقدروا، حتى في فرنسيين عم بيتابعوني، حتى يقدروا يوصلوا للصفحة. بس هذا الهدف. طيب أنا راح أفتح المشاركات حاليا، بس بدي أرجع أوصف هون إنه وصلني حقيقة بعض الرسائل أو قرأت بعض التعليقات، إنه في بعض الناس اللي أو بعض الطلاب اللي ممكن عبروا عن استيائهم، ولكن هي مثل ما شرحت ولين إنه كان قد يكون هناك سبب عدم الجدية. حكيت لي هي كمان أيضا انه في البعض كان ينشر على المجموعة، البعض طبعا، اما عبارات مستهترة واما صور خارج سياق الدرس او المحتوى، وبالتالي هي بتعتبر انه هذا الموضوع خروج عن الحصة، بالتالي تعاملت بنوع من انواع الشدة والحزم، فهذا هو الكلام اللي بتعمل هي على ضبط الحصص لأكبر قدر من الاستفادة. اللي حابب يشارك، أنا في كتير بعتوا لي رسائل وفي منهم رفعوا إيديهم، راح طالعون واحد واحد إذا عندهم أي استفسار. اللي عنده أي استفسار، ولكن قبل ما نروح للمشاركين بدي أرجع أذكر بمنصة المهاجرون الآن، اللي هي المنصة بتسلط الضوء على قضايا المهاجرين واللاجئين حول العالم. هلأ أنا عم حاول أرفع البعض، عم يعطيني انه غير قادرين على الخروج. ديما طلعت معنا. ديما مرحبا يا ديما، عم تسمعينا؟ ايه، عم بسمعك. اهلا وسهلا، كيف حضرتك؟ ان شاء الله بخير. تحياتي تحياتي. عرفينا عن حالك ديما هيك سريعا، وشو ايه، سبب انا وجودك هون؟ اسمي ديما طويل، موجودة بفرنسا تقريبا من 6 سنين. لغتي الفرنسية منيحة الحمد لله، يعني منيحة لحد معين، وانا دائما عم حاول اني حسنها اكتر واكتر. طبعا بس كان عندي سؤال لين، لأني أنا بعت له وراسلته أكثر من مرة على الفيسبوك لانضم عن المجموعات اللي هي عم تحكي عنها على الواتساب، بس ما كان في رد منها أبدا. فبس هذا استغليت الفرصة يعني بس لحتى أسألها، لأنه أنا دائما بكل الجهات وعلى جميع الأصعدة عم حاول حسن من فرنسيتي وملتزمة، يعني ما صار أبدا إني انضميت على أي جروب من الجروبات، يعني أبدا ولا مرة. فمن فترة في صديقة لإلي قالت لي إنه هي كانت رح تعمل المستوى الثالث، فقلت لها أنا هي غالبا هي رح تعمل تيست أكيد يعني، فرح يبين معاها إنه أنا حيكون غالبا إنه مستواي، بس ما قدرت أنضاف. تمام، شكرا لك ديما. لين في سؤال توجه لك ديما، ولكن بس قبل ما تجاوب على السؤال، اللي رفعوا ايدهم وما قدرت طالعهم، يبدو في مشكلة، في حوالي 6 7 اشخاص، يا ريت تطلعوا من المجموعة وترجعوا وتدخلوا، لانه يبدو في خطأ تقني لبين ما تجاوبين. تفضلي لين، جواب للست ديما. اوكي، اهلين ديما، كيفك؟ هلا المستويات، هي لازم من المستوى الاول تبدي معي، ما في حدا بيفوت مستوى ثالث مباشرة، لازم من المستوى الاول لحتى انا اسس اللفظ وهيك، ونشتغل بالثاني وبعدين بالثالث. وبالنسبة لسؤالك ان انا ما ترديت عليكي او انا انه ما ضفتك عندي، حجاوبك بكل صراحة. السبب انه انت دخلتي كثير بحياتي وصرتي تسأليني انه مين بتعرفي وزارة الداخلية، مين بتعرفي اشخاص هنيك، وشو السبب انه انت يعني مثلا عزمتي على العشاء مع أشخاص ومسؤولين من وزارة الداخلية، فهذا السبب كان إنه أنا ما أقبلك بجروباتي، بدي أعتذر منك. يلا بسيطة. تمام، دي ما اجاك الجواب. إيه معك أنا، إيه تمام. ماشي، عموما فيكم تتواصلوا مع بعض لاحقا ايضا اذا في اي ممكن نقاش بينكم. بدنا نرحب بخولة. مرحبا يا خولة. أهلين، بونسوار. بونسوار ونص كمان. أنا طالبة من طالبات لين. يا أمي أهلا وسهلا، بونسوار. أمي أهلا وسهلا. كيفك لين؟
الحمد لله، وانت كيفك؟ الحمد لله. بصراحة أنا كتير كتير بدي أتشكرها للين، لأنه أعطتنا هاي الفرصة إنه نتعلم لغة فرنسية من بنت بلدنا. بصراحة يعني واحدة من لغتنا ممكن تفهم أي كلمة نحن بنحكيها، بتعرف تعطينا معناها بالفرنسية. لأنه بصراحة أنا عانيت كتير من المجتمع، يعني هون أنت في كتير أخوة جزائرية مغاربة، يعني ما عندهم نفس المصطلحات تبعاتنا نحن السوريين. أو ال تحكي لنا عن تجربتك خولة، انت كيف انضميتي للدروس أنا عن الصين بصراحة والدروس تابعتي معها أنا شفتها منزلة منشور على صبايا في سوريات في فرنسا، وبعت لها مسج على الماسنجر، وشكرا لها كتير إنه دغري استجابت معي ودغري بعتت لي رسالة، وعملت تيست بسيط ودغري قابلتني يعني معها بالجروب، وأنا متابعة معها صار لي تقريبا شي 6 7 شهور. مظبوط لين؟ اي مظبوط. حتى كنتي انت بفترة وقفت شهر، كان عندي مثل ستاج تدريبي بمكتب هندسي عمارة، ضليت خولة مستمرة يعني، عم بطلت تدرس وضلت تبعت لي انه شو عم تدرس، فكتير كنت مبسوطة منها وتعتبر من الطلاب المميزين والشاطرين عندي. ميرسي كتير والله لإلك. ميرسي إلك كان انت. صعب التيست اللي عملت لك اياه او الاختبار اللي لا لا عملت لك اياه بالعكس، لين؟ لا بالعكس سهل يعني، ما مو لهالدرجة، مو لهالدرجة الصعوبة اللي ممكن يتخيلها اي حدا يعني. أنا بشكرها كتير لأنه فعلا هي عطتنا حافز عن جد. أي استفدت كتير من الدروس اللي بتعطيها لين. شو طيب شو اللي ميز، شو يعني انت قلتي انه كان في ناس تانيين او كان في مدارس تانية او كان في جهات تانية، انه ولكن حسيتي انه ما استفدتي، شو المميز كان بلين على سبيل المثال بالاسلوب تبع لين؟ أول شيء ما بتعمل لك إحباط نهائي يعني، نهائي ما في إحباط، دائما في حماس انه تشجعك انه لا انت لازم تمشي هاي الخطوة بدون ما تخاف انه انت مثلا ما راح تنجح، راح تفشل بهالمجال. لا، هي دائما عم تعطيك الدافع انه لا، انت لو فشلت مرة ممكن المرة الثانية اذا عدت راح تطلع معاك احسن، ممكن المرة الثالثة تطلع معاك بشكل احسن واحسن. كم صار لك بفرنسا يا خولة؟ انا صار لي تقريبا شي 4 سنين. 4 سنوات. ولين كانت يعني خلينا نقول أي مدرسة أو أي مدرس، كم العدد اللي قبل لين؟ والله كتير ما عديتهم بصراحة. أنا كنت متابعة مع جمعية أسيستاسيون بس ما استفدت منها زيادة يعني، مثل ما هلأ أنا عم استفاد من دروس لين يعني. صرت لما تروح أنت على جمعيات أو على هاي دغري عم يصدموك بقواعد بشغلات أنت يعني، نحن بنعلم المشي خطوة خطوة مثل ما حكت هي. يعني عم يتعاملوا معاكم وكأنكم أنتم تتقنوا اللغة الفرنسية أيوة وتحكوا كأنه فرنسي، وبالتالي عم تمروا مظبوط مراحل الإحباط هذا مظبوط. هن ما عم هن لما عم تفوت، حتى انا حتى انت اذا بدك تفوت على اي مستوى، انا دورة الاوفي ما استفدت منها شيء. انا عملت دورة الاوفي كم ساعة 200 عملت ساعة، دورة أوفي؟ 200 ساعة. 200 ساعة كاملين. انا دورة الاوفي شو تعلمت منها؟ جملتين ثلاثة، انه بس اذا رحت مثلا على المارشي انه بدي اشتري شغلة، مو اكتر من هيك. اما انت اذا رحت على دكتور بدك تحاسسه للدكتور، بدك تقول له انه انا مريض، انا كذا انا كذا، هاي الشغلات نحن ما بيعطوها يعني. بالاوفي في مستويات صفر، وللاسف عم يجمعوا مستوى صفر مع ناس مثلا خريجين، وهذا الشيء مو يعني مو صح يعني. انت كيف عم تعطي واحد امي مع واحد متعلم واصل لمرحلة مثلا بالتعليم للجامعية مثلا؟ طيب هذا الكلام ايضا راح حقيقه راح اخصص له حلقه كامله لاحقا، هي الصعوبات اللي ممكن في اللغات، ليس في فرنسا فقط، في جميع انحاء اوروبا، وخاصه اللغات الصعبه الفرنسيه الالمانيه الهولنديه اللي هي مانا قريبه من اللغه المعتاده اللغه الانجليزيه. بس شكرا كثير لك خولة، اتمنى شكرا لك لك. التوفيق. شكرا لك ديما ايضا، اتمنى لكم ميرسي كثير التوفيق. لك خولة، ميرسي كثير. شكرا شكرا لك كثير لين، انه اعطيتينا هالدافع الحلو انه نحب اللغة اكثر واكثر عن جد. ممكن في مع بعض ان شاء الله مستوى ان شاء ثالث الله رابع وخامس واكثر. لا انا يتعلموا كثير واحسن مني.
انا قلت لك راح نضل معك لنعمل كود، لنعمل الدلف، لنعمل البي ال بيدوك، دائما ما معك. ما ملاحقتيها خلاص، ما في مجال يعني. قلت لها انا ما راح اتركك ابدا، ما صدقت على الله لقيتك. بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق بالتوفيق. شكرا انا لك، شكرا بنبسط لما لك. بشوف هذا التفاعل حقيقة، تفاعل بين الجميع. انا برجع بكرر، الناس اللي رفعت ايدها عم حاول طالعة، ما بعرف ما بتطلع لين. انا حطيتك مودريتر في تحت ايه اشارة يد مع ورقة اذا بتكبسيها، وما بعرف اذا ببين عندك بس توافقي عليهم، انا لانه اوكي ما بعرف تمام. يبدو في في خطأ لابا تقني. يمكن وقعت عليها، اذا بتحب تحكي شي لابا. ايه لافا، راح ارجع لها للافا، ولكن ايضا بطلب من اللي رفعوا ايدهم ما قدروا يطلعوا، ما اقدر اطالعهم، اذا بيطلعوا برا المجموعه وبيرجعوا بيدخلوا مره ثانيه اكون لهم من الشاكرين. يعني انا تفضل وافق عليهم هلا، بقدر وافق عليهم. فيك توافي عليهم لانه انا ما قدرت حقيقه، اذا في مجال توافي عليهم. طيب اوكي. حضرتك مودريتر بلشوا يطلعوا. تمام. لافا مرحبا، لافا مرحبا. مرحبا، طيب تحياتي لافا. تعرفينا عن حالك انت، ولا انت مع لين، ولا جاي عندك استفسار او أنا اسمي لافا سراج. لا أنا واحدة من طالبات الأنسلين، صراحة شوي متوترة لأني هيك أول مرة بحكي، يعني إنه احكي بضل كأنك هذا عم اللقاء تحكي مع سترة. لين، احكي كأنك عم تحكي مع لين، كأنك عم تحكي بضل مع لين سترة هذا بالحصة اللقاء بيناتنا. في أوكي هو ذكرى. أنا هيك، أنا كنت كتير متحمسة إنه يعني ضلني هيك متابعتك ومفعلة الجرس، لازم ضلني هيك إنه مشارك معك الحديث يعني. طيب لا، بحكي لنا عن هاي الذكرى، واعتبري حالك عم تحكي مع لين، قاعدة انت أوكي وياها بالقهوة وعم تحكي معاها، لا تتوتري، ما في داعي للتوتر. والله يا ريت يا ريت أقدر أستمع فيها للأنسلين بشي مكان، يعني أنا كتير بعيدة وين عنها. انت مقيمة لافا؟ أنا بعيدة عني. بفرنسا بمدينة مولوز. ايه مدينة مولوز، مدينة السنافر هي. ما ايوه هي. اول شيء بدي اتشكركم على استضافه الانسلين، ويعني لتشرح للناس انه هي كيف شو عملت وشو عم تقدم للسوريين او للناس التانيين، يعني غير السوريين المقيمين هون بفرنسا، عن اللغه الفرنسيه، يعني انجاز عظيم عن جد. كتير 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 شكرا لك انسلين. هلا انا هون بفرنسا من 4 سنين. اوكي فانه انا ما عندي اوراق، ما عندي اي شيء لحد هلا، لانه شغله اوراق، شغلت اوراق بتطول. فكنت على طول عم احاول اتعلم اللغه الفرنسيه عن طريق اليوتيوب، لكن ابدا ابدا يعني ما في اي قناه شدتني اني ضلني مستمره، ضلني تابع القناه، ضلني اتعلم اكتب. وهي انا بطبعي بحب انه مثل انه مدرس يخليني يشدني، يعطيني حافز للتدريس هيك. عفوا حضرتكم سامعيني؟ لاني سامعك سامعك لافا، بس انه نحن انت سامعني بس ما بدنا تفضل نقاطعك حتى ما نوترك. تماما. اوكي. ف كنت انا بالمنتدى، عضوة بالمنتدى يعني، فلقيت انه كذا مرة كمان بالمنتدى شاركت بجروبات واتساب تعليم الفرنسي، لكن ابدا ما استجاب، يعني ما تجاوبت معاهم ابدا ابدا، يعني هن كمان يعطيهم العافية، لكن طريقة التدريس تبعهم ما حبيتها، ما حبيتها بنوب. لكن وقت الأنسلين هي نزلت منشور، قلت أوكي بجرب. إنه ليك ما بعرف عنه شيء صراحة وقتها، ما كان بعرف ولا أي جروب عن الفيسبوك أو على اليوتيوب أو أي قناة لإلها. فقلت أوكي بنضم لإلها، بعت لها على الماسنجر، وافقت لي، عملنا تيست. وهي التيست كان أوكي تمام، كنت متوترة وقتها عن جد مثل ما أنا متوترة هلأ. قبلتني، صرنا من شهر 5 مع بعض أنسلين. أي صح، بدك من اياها، شهر خمسة بدك اياها يا لافا، هي تعرف امتى انضميتي، انت خجلانه تقولي امتى انضميتي ما بتعرفي. لا بعرف، لا بعرف بتوقيت، لا بعرف 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 15/5 أنا كنت معاها، بعرف وهي بتعرف كثير منيح. ما بتنسى على هذا التاريخ، هي قالت بتقلي إيه إنه تاريخ مميز. هو انا هذا إيه اللي بدي اساله، انت قلتي في حادثه مميزه جمعتك كثير، إيه ممكن نعرف شو هي الحادثه اذا حابه الحادثة يعني. تحكيها؟ والله هي ما يعني ما كتير حادثة خاصة فيني، يعني إنه أنا طلعت حامل بهذا نفس اليوم اللي الأنسلين قررت إنه يعني تخليني أنضم للجروب تبعها. فهاي الحادثة ما راح أنساها أبدا.
يعني بنفس اليوم صراحة تلاقيت نفسي في يعني الوقت تعلمت البيبي لين يعني هو هذا هو السؤال، بدك تسمي البيبي لين مثلا كان بنت أو شاب، بدك تسميه لين مثلا؟ الو هو والله انا لحظة شوي يا زهرة، الو لحظة شوي أخت نورة، لحظة لو سمحتي إذا سمحت بس ليجي دورك لحظة. إيه تفضل يا لارا. أنا قلت لها قبل فترة يعني أنسلين لو كانت بنت، يعني ما نحن ما بنعرف لسه لحد هلأ، لو كانت بنت أكيد أكيد كنت رح أسميها لين، بس ما بعرف يعني الله بيعرف، إن شاء الله بالبركة إن شاء صبي، الله وألف فما مبروك. بعرف إذا بسميها لين صبي، ما بعرف ألف ما بعرف مبروك، إذا ألف مبروك، ألف مبروك إن شاء الله يعني وبالتوفيق. بنوتي عندي بالجروبات أهلين فيها وبماميتها، وإن شاء الله حتكفوا معي وما حيترككم. حتى عندك تميز يعني انه أمين. يعني كان هذا الشيء مميز، انه انت كنتي بارح بفترات حملك كيف كنتي عم بتعاني في صعوبات في ضغوطات بحياتك، فانه قدرتي تتجاوزيهم وما شفت ابدا اي اهمال منك او تقصير، بالعكس شفت شيء فاجئني، يعني بعتبرك انك قدوه لكل وهذا الطلاب محسوب دائما للعبة طبعا. بيحبوك. على فكره انسلين احذري، انا هلا من وين عم تابعك بالبيت؟ باي مقر انا؟ ما تقولي من من المشفى. وين؟ لا لا بمقر، على طول كنت اتابع من الجروبات، على طول كنت يعني ابعت له اوديوات يعني على الجروب او شارك بالجروب، على طول كنت بمكان واحد يعني، فهلا كمان عم تابعكم انا من المطبخ. ايه لافا بتحب دائما تشغل فيديوهات اليوتيوب وهي بالمطبخ، يعني هي عم تشتغل، فكنت دائما اخذ من خبراتها انه شو بتعمل، حتى هي مثلا طابع كل شيء كاتبته ومعلقته على الحيطان يعني مشان تضل تراجع وتدرس، يعني طريقتها كتير مميزة كانت، ودائما بحب استضيفها زيارات بالجروبات حتى ما اتعلمها. بتعلمي الطبخ للين يا لافا بما انك ما شاء الله بالمطبخ؟ عنا ما شاء الله عنا، ما بدها ما طيب شاء الله عنا. شكرا لك لافا، شكرا لا جماعة، شكر عسلين على هالاستضافة الحلوة، اللفتة الحلوة، شكرا كثير لك. ميرسي شكرا كثير لك نافا. استاذي مروة. تحياتي مروة طالب، تحياتي، مساء الخير. مرحبا، عرفينا عن حالك مروة إذا أنا بتحبي طبعا. أكيد أنا اسمي مروة من مدينة حلب اللي بفرنسا بس شهرين، وأنا جديدة يعني. جديدة جديدة جدا، أنا حتى بدرس مع الأنسولين جديد يعني، بس حبيت أقول لها إنه شكرا لجهودها وشكرا لحماسها وشكرا لوقتها اللي عم تعطينا إياه، وشكرا لكل شيء عم بتقدمه، يعطيها طيب ألف أنا عافية يا بدي رب. عندي سؤال، هلا كيف تعرفتي على لين؟ وراح أيضا شغل أنا هلا لين، طبعا هي حكت إنها عندها هوايات عزف جيتار، راح شغل عزف الجيتار اللي بعت لي يا لين أيضا. كيف أنت تعرفتي على لين يا مروة؟ انا بصراحه عضوه بالمنتدى، يعني دائما بشوف قبل ما اطلع على فرنسا كنت اشوفهم ينزلوا لها بوستات، ويعني ما شاء الله شغله سابقه، يعني اخي اول ما وصلت على فرنسا يعني بعد شي بيومين ثلاثه لقيت انه منزلين بوست انه في يعني عندها دوره تدريبيه، فانا من السرعه رحت فورا حكيت مع ام طلعت الدوره للشباب، فكتير بصراحه خجلتني يومها انه يعني ما دققت كثير بالبوست، من عن طريق المنتدى يعني عرفتها، بعدين شفتها منزل يعني طلبت صداقتها على الفيس ووافقت لي، وشفت منزلي على صفحة الفيس انه فاتحه لاستقبال الصبايا، فورا حكيت معها طبعا مثل ما قالوا قبل الصبايا انه تست بسيط يعني بس هي نطق الحروف، وقبلتني وهلا بدرس معها. شكرا لك مروه. لين انت لما بتعملي، شكرا كثير لين، يعني لاحظت انه عم تقولي انك بتعملي امتحانات، الامتحانات هي بتكون تليفونات على التليفون ولا عن طريق الواتساب ولا اتصال؟ يعني هلا بدك اكشف لك السر، تكشف اسراري هذا الاختبار كتير حسيت انه كتير مهتم فيه، فحاشرح لك عنه. هو الاختبار طبعا اي حدا مبتدئ ما حيكون يعرف يرفض، هلا الصوت ما بعرف اذا ظابط مع الكتاب. واضح واضح، ولكن انا حطيت موسيقى خلفية عزفك على الجيتار، يعني هيك للهواية، يعني تعريف الناس او الجمهور بالهوايات اللي عندك ايضا. يعني عم بتحطنا باجواء انه اجواء ايوه اللي طبعا طبعا. اوكي تمام. هلا هذا الاختبار فيه تسجيل صوت، اول ما بتوصلني رسالة من اي حدا، طبعا بدي غير التكنيك هلا بعد ما كشفت هالسر، بتوصلني رسالة من حدا انه ممكن تضيفينه، طبعا طريقة الطلب الفوتي للجروب بتعكس لي شخصية الشخص او الصبي نفسه على حسب طريقة اللباقة بالسلام، مثلا ممكن
اوقات مثلا في شاب بعت لي مرحبا في شواغر عندك تقبلينه، فانه حسيت ما في لباقه يعني بالطلب. الطلب هو انه مرحبا ممكن تقبلينا بالجروب لو سمحتي وشكرا لك على المبادره مثلا هيك يعني. يعني أنت حتى بتدقق على آلية التواصل أو على أسلوب التواصل أيضا بهالموضوع اي هذا. اللباقه والاحترام كثير بركز عليهم، لانه هدول ألو، بكل الجروبات هيك بيبقوا نفسهم يعني، يعني ما طيب بيتغير أسلوبنا، يعني ما فيني أغير التربية أو الأخلاق تبع كل شخص، طيب فببين إنه هذا أحيانا ممكن بعض الناس يعني ما يكون عنده هذا الموضوع، ولكن أحيانا ممكن يكون بالخطأ، ليس ما أو المقصود هذا خلينا نقول الطريقة أو الأسلوب بتكون غير مقصودة طبعا. بدي هلا انتقل لبشرى، تفضلي بشرى. بس ما كملت بشرى الاختبار. ما كملتي، كملي تفضلي. عفوا. لحظة يا بشرى، كملي لين. فببعت انه بدي لفظ الاحرف الصوتية يسجلوا صوت، وزائد يكتبوا 3 كلمات وعلى الدفتر ويصورون ويبعتوا لي اياهم. هذا الاختبار. طب ممكن يكتبون على جوجل، يعني ممكن يغشوا عن طريق القاموس، يعني بالتالي هذا الموضوع ما هيك ما بصير. لا لا مو غش، مثلا بكون طالبة منهم انه اكتبوا تخوفي دوني امي، اكتبون وورجوني خطكم بس هيك. تمام. السر من الاختبار انه شوف انا سرعة اهتمامهم، يعني اوقات بيوصلني الاختبار بعد يومين، بعد يومين بيقولوا لي اسفين انشغلنا هاي الاختبار تفضلي. في منهم بوقتهم يعني بنفس الثانية بيكون الاختبار مبعوث لعندي. حتى في صبية لفتت لي نظري قالت لي ما معي دفتر هلا انا بطريق سفر، كتبته على ايدها الاختبار وصورت ايدها وبعتت لي اياها. هاي الصبية اللي هلا متمسكة واو، فيها بجروب يعني لهيك كانت حماسية كل هالحماس انه تكبسهم الاهتمام، على ايدها. كثير بركز عليه الاهتمام. الهدف من الاختبار مو انه اعرف اللفظ تبعهم او كتابتهم، شوف السرعة والاهتمام تبعهم. يعني انت في لك اسباب خلفية، خلينا نقول اسباب خفية لهذا هيك الموضوع. تقريبا. طيب شكرا لك. انا بدي اذكر انه الخلفية هي حقيقة موسيقى حطيتها من مقاطع بعثت لي اياها لين، هي هوايتها بتعزف على الجيتار، وبالتالي حبيت شارك الجميع بالهواية هاي. طبعا بدي اخذ بشرى، تفضلي بشرى جمال الدين. يسعد مساك الجميع. تحياتي لك. الله يخليك. أنا بالبداية بدي أتشكر المدام لين لأنه عن جد ساعدت كتير، وأول شخص صراحة بيمرق علي إنه عم بيساعد بدون مقابل. يعني هالأشخاص من العالم صارت نادرين شوي يلي بيساعدوا من قلبهم يعني بدون أي مقابل أو مردود أيا كان، يعني طالبة فقط إنه اللباقة والاحترام بالكلام فقط لا غير. احكي لنا عن تجربتك انت بالنسبة بشرى. لتدريسه هو كتير سلس، يعني أنا من نوع أخذت دروس كتير من قبل. هلأ أنا ما أخذت أوفي لأنه بعد الأوراق ما زبطت عندي، لكن سجلت مدارس أخرى أفضل فون بالكاثوليك بالسوسيال وكذا. كنت أحفظ حفظ فقط، يعني مثل الواحد عم يبصم بصم، ما كان في استوعاب للشيء اللي عم نحفظه. لكن وقت دخلت الدورة اللي موجودة في المدامين اللي قدمت لنا إياها، يعني صرت أحفظ شو معناها لأن تشرح لنا إياها بالعربي، يعني إنه هيك بالعربي معناتها هيك بتنقال بالفرنسي. هيك صار في سلاسة بالدخول للدماغ وللحفظ، يعني للتقن تتقنها بشكل جاد يعني. فهذا الشيء يعني كتير أنا ساعدني، وحتى حماسة على الشيء يعني، وشرحت عن حالة أول ما يعني عرفتنا عن حالة، حسيت في عندها هيك دافع قوي أو قوة شخصية، حسيت في عندها تفاؤل. هذا الشيء أثر علي صراحة، يعني أنا حتى بحياتي الخاصة أثر علي، وحبيت صار عندي شغف إنه الشغلات اللي كنت خايفة منها صرت ساوية. كيف يعني إنه تعرفتي على لين بشرى؟ والله كشخصياً لا ما تعرفت لا، عليها، كيف بس أنا تعرفتي، كيف تعرفتي على يعني المدرس لين الأنسي، خلينا يعني نقول بالتدريس يعني. هلا أنا صراحة ما كتير بفتح فيس، ما بعرف هيك يمكن القدر. فتحت فجأة هيك فيس، أول منشور طلع قدامي هو منشور الآنسلين إنه فاتحين دورة تدريبية، فأنا كتير انبسطت، فتت إنه طلبت منا إذا بتريدي إذا فينا
نكون معك بالدورة، وافقت فورا يعني، قالت لنا بتعملوا تيست انتوا باقي الصبايا، وهذا اللي صار. شكرا انا ما كثير تفضل. بعرف بعبر لها عن الشغلات عن اعجابي فيها، لانه انا ما بكتب زياده يعني، حتى بالجروبات او كذا ما المشاركات تبعاتي خفيفه شوي يعني. وهي فرصه عبرتي عن اعجابك وشكرك لها هون. الله يخليك يا رب. وبالفعل يعني مثل ما قلت حتى هي عكست هذا الشيء على حياتي الخاصه انا بتفاؤلها هيك يعني، حبها للحياه. شكرا كثير لك، شكرا كثير بتهمني وبتخليني استمر. شكرا لك كلك ذوق. شكرا بشرى. بننتقل لسحر حليمه. مساء الخير. مساء النور. مرحبا يا سحر، اهلا وسهلا فيكم. يعني مساكي نسلين، سعد مساك استاذ. هاي كيفك؟ سالو. هلا حبيبه قلبي. شو بدك عن تجربتك مع لين او تجربتك مع دراسه اللغه الفرنسيه يا سحر؟ انا تجربتي لسه صغيره، انا بالشهر الاول لسه مع النسرين. انا بسميها نسمه، قد ما رقيقه وهيك عندها اسلوب حلو، اسلوبها متدرج كثير مريح يعني. هي بتعطينا اربعة وخميس الساعه 9، انا ام وعندي ولدين صغار، كثير هذا الوقت صعب بالنسبه لي. بس سبحان الله يوم الاربعاء بطعن اولادي بكير، بنيمهم انه بدي فضي حالي، بعمل جو، بعمل فنجان قهوه، شعل شمعة لكون مع المسلين. بتدرج هيك، حببتنا بالألوان، عطتنا هيك شي حلو. أنا صار لي 7 سنين بفرنسا، عملت دورة أوفي، عملت دورة عايشتي، وهلا مبلشي مع الجامعة دورة واحد. حسيت مع المسلين الأمور مختلفة. استفدتي يعني؟ إيه، عم بستفيد منها وعم تعطيني حماس يعني، هيك بقدر ما انا ناعمه بقدر ما انا حازمه. ما هي حازمه، قالت انه انا حازمه بالبدايات، وكانت واضحه جدا بهالموضوع هذا. هي اللي بيميزها الوضوح من اول شيء. مثلا بتقول هي الشغله ممنوعه بالجروب مثلا، اي شيء انه ممنوع، مشاكلكم اشياء سلبيه بتاثر على المجموعه، الله يخليكم. اللي بتتجوز اول مره بتعطيها انذار، ثاني مره يعني يلا مع السلامة. هي شيء كثير حلو، هي شيء كثير حلو، لأنه كلنا جايين، تعرف أنت من وضع، كلنا تعبانين، كلنا بس كلنا بدنا نتعلم، لأنه عم نعيش بمجتمع لازم نندمج فيه. طيب. ولو بحد الأدنى مشان أولادنا يعني. فالأسلوب مع فعلا هم تدرج بالبسيط، الأحرف، الألوان، أيام الأسبوع، الفصول. يعني أنا ما حفظت الفصول، صار لي 7 سنين هم حفظتهم إلا هذا الأسبوع بالنسبة لي. الله يسعد قلبها. هي كمان عندها عصافير، اذا بتعرف عندها عصافير. ما هي بعثت لي الفيديوهات، صوت العصافير غطى على عزف الجيتار يعني. حتى بيغطوا على الفرنسي كمان وعلى صوتي. حبيبه قلبي، انا اول شيء كنت مفكره العصافير صوت اطفال صغار حدك وحدا عم يسكتهم، بعدين اكتشفت انه عصافير. شكرا لك يا سحار، شكرا كثير. الله يسلمك. شكرا ياسمين، الله هيك يوفقك يا رب ومعك على طول ان شاء الله. ميرسي كثير لك. شكرا. بالمناسبه هنا العصافير نايمين تبعي، بس هذا تسجيل من الاستاذ فخر. انا حاطط خلفيه موسيقى عزف لين، فيديوهات بعثت لي اياهم. بدي انتقل، شكرا لك سحر، بدي انتقل للين كمان. لين اوكي، كمان اسمك لين؟ بونسوار. بونسوار ونص، كمان اسمك لين؟ ايه. بدك تضاربي عليها كمان بالتعليم شيء ولا ما بدك تضاربي لا عليها؟ لا، وين وين انا وين هي؟ ما شاء الله عليها. طيب. انا بس حبيت اتشكركم على البرنامج الحلو. انا كنت ما كان عندي اي خلفيه عن المسلين بنوب بنوب، وهلا انه كان عندي اعجاب كثير فيها بعد ما تعرفت عليها بالجروب، بس هلا بعد ما سمعت تجربتها والمعاناه اللي عانته لحتى وصلت لل، ان شاء الله من احسن، من نجاح لنجاح، كل فتره عم بزيد اعجابي فيها، وبحكي لها انه انا عم بنصدم فيها من نجاحاتها ما شاء الله. شخص مثلها بيعطي طاقه ايجابيه يعني، هي احنا بنستمد منها طاقه من دون ما تحس انه هي فعلا انه عم تشجعنا. ممكن هي تحكي كلمه بسيطه بس احنا لحالنا بناخذ التشجيع، مجرد كلمة بتحس انه كل الحياة بتتغير من كلمة. شكرا لك يا لين، شكرا كثير لك. ميرسي كثير لك، وذكريني دليلك لانه اسمك لين مثل اسمي.
بلشنا الواسطات بهالحالة هي. بلشنا الواسطات. طيب شكرا كثير لين. ننتقل ننتقل لسوزان او سوسن. سوزان 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 بونسوار. الصوت واضح؟ صوت واضح تمام. سوزان اهلين نورتي. اهلين بالانسولين. انت اللي منوره اللقاء كله. احكي لنا سوزان عن تجربتك مع لين، كيف تعرفتي على لين او على دروس لين اللي بتعطيها؟ انا حابه احكي تجربتي واختصر شوي لانه عندي بيبي والبيبي هلا فا مشان بس ما يبوج عليكم. اول شيء لين بتكون صديقه اخي، كمان اخي مخلص عماره، هو هون بفرنسا عم يعمل دكتوراه عماره، هو اللي قال لي انه عم تعمل الكورسات وانضمت عن طريق اخي للكورسات تبعه. وللحقيقة أنا كنت عاملة كورس الأوفي وإلي سنة عليه، يعني سنة نسياني معلوماتي كلها بين حمل وولاد وهيك ما قدرت أتابع. يلي بيميز لين، بدي أحكي شوي عن لين هلأ، يلي بيميز لين الأسلوب والإبداع، وما شاء الله هالطاقة إيجابية كبيرة موجودة عندها عكستها علينا كلنا. أنا صار لي مع لين 3 مستويات، خلصت الأول والثاني وهلأ ناطرة الثالث الأسبوع الجاي أو 10 أيام ببلش المستوى الثالث. فأنا معهم في 6 أو 7 شهور وجدا جدا كورساتها كانت رائعة. يعني لين باختصار عندها حس اهتمام عالي، يعني بتخلق عند الإنسان شغف وحب للغة وحماس للمتابعة. بتستخدم وسائل إيضاح كتير بالشرح، يعني هذا اللي بيخلي المعلومة تترسخ أكثر بالذهن. أخذنا الأفعال 100 فعل حفظتنا إياهم عن طريق الصور، وكل صورة إلى قصة. هذا الشيء خلانا نحفظ الأفعال ونعرف كيف تستخدم بمكان الصح. يعني حتى أنا بالجروب أنا والدتي كبيرة بالعمر، يعني هذا الشيء حتى ساعد الكبار بالعمر إنه يحفظوا بسهولة. وبتعطينا حتى المعلومات المهمة اللي أخذناها يلي صعب إنها تنحفظ، هاي أحلى شيء فيها إنها كانت تعطينا إياها تدمجها بالفكاهة والدعابة. يعني تحكي لنا قصة بعيدا عن التعقيد، يعني تحكي لكم قصة تسهل وصول الرسالة. كان بيحفظون هيك الصبايا، يعني انه بيحبوا انه اخلق لهم قصه، يعني حتى هن اوقات بيعملوا لنا قصص وبيدخلوا فيها الافعال. اكثر شيء القصص العاطفيه بتخليهم هن ترسخ يعني عندهم الافعال. تمام شكرا لين. بس بدي كمان سوزي تحكي لنا عن دفتره اللي رافقه بالسفر. شو قصة الدفتر يا سوزان؟ والله قصة الدفتر نابعة من لين بالذاتة. لين خلقت عنا حس اهتمام عالي، يعني اللي بيشوف لين والتزامه بالدروس وبالوقت وكل شيء بتعمله، الأقل شيء نحنا بنعمله إنه نكون على قد المسؤولية، يعني عند حسن ظننا. فأنا كان زوجي معامل لي فاكانس وطلعنا رحلة على إيطاليا، ورحلة طويلة مدتها 3 أسابيع. فالثلاث أسابيع هدول أول شغلة ضبيتها بشنطة السفر هي الدفتر، وما في قطار طلعت فيه، ما في مواصلات ركبتها، لا باص ولا قطار ولا طيارة ولا شيء إلا والدفتر معي. يعني أكتب الدرس وكون معاها وفوراً بكون بمكان فيه إنترنت لحتى أقدر أتابع معه. وأنا ما خبرت أني أنا رايحة رحلة ولا شيء، بس أثناء طلعتي بالقطارات وصوت القطار هي انتبهت أنه أنا بمكان دائماً برا. وأنا قلت لأنه أنا الحقيقة برحلة يعني، وبعتذر عن الضجة اللي عم تطلع بالصوت، بس حابة تابع كل الدروس. فهذا الشيء هي حبته إنه التزام، وأنا للحقيقة بس قد ما هي التزمت معنا حبيت أعطيها التزام، قد ما هي كانت يعني عطتنا وقتها كله حبيت حتى أنا عم أرفع عن نفسي وأطلع بالكانس إني يكون عند حسن ظنها. تابعت معاها وخلصت الكورس حتى أنا بإيطاليا. شكرا كثير يا سوزان. شكرا طبعا شوزي أخليت طبعا انا قبل ما اختم بس حابه اتشكرك كثير قدام كل الناس اللي عم تسمعنا، والا انه انت قدوه ومثال حسن يعني للاكتوريين الموجودين هون، وشكرا كثير لك على كل شيء قدمتي لنا اياه. ميرسي كثير لك، وناطرين زياره يعني نشوفكم نتعرف عليكم شخصيا. شكرا كثير سوزي. لحظه شوي ست نوره، لحظه نحن عم نمشي بالدور بس ليجي دورك. بدنا ننتقل لعند كوثر. كوثر موجوده؟ بونسوار، اسعد نتاكم جميعا. مرحبا بونسوار كوثر. صوتي واضح؟ واضح، صوتك بعيد شوي ولكن واضح. صوتك مو واضح ابدا، ما بعرف اذا لين عم تسمعي لك. ممكن تحاولي تقربي السبيكر؟
نيكو هيك سمعني ايه سمعني نيكو كمان رجع الصوت بعيد يا كوثر جيب سماعات وارجع طيب تمام انا بس راح نزل اللي حكوا مشان يعني ما تكتظل فوق المنصة بدنا ننتقل لبين ما اجت كوثر الى هبة هبة موجودة هبة اضغطي على صورة الميكرو ايه تفضلي بونسوار ايه تمام بونسوار تحياتي كيفك ام تي في هون كيفك والله الحمد لله بخير متشكركم على هاللفتة الحلوة والأنسولين تستاهل أكثر من هيك عن جد يعني كيف تعرفتي على الأنسولين يا كوثر؟ هبة عفوا إيه لحظة هبة صحيح كيف تعرفت على الأنسولين شفت منشور للأنسولين على المنتدى وراسلت على الميسنجر وعملت لنا اختبار بسيط والحمد لله قبلتني قد ايش صار لك مع الانسولين؟ انا عملت من المستوى الاول معه وهلا عم رايحين نخلص المستوى الثاني وان شاء الله على الشهر الاول من السنه الجديده رح نبدا المستوى الثالث شكرا كثير لك تحبي توجهي رساله قبل ما ننتقل لنورا طبعا او عندك استفسار او عندك كثير كثير للانسولين ونتشكر جهودها وقاعده معنا إن شاء الله نكون عند حسن ظنك شكرا لك يا هبة شكرا كثير لك انت من الطلاب المميزين كمان شكرا هذا كله بفضلك انسي شكرا يا هبة كوثر زبط عندك المايك ولا زبط هيك منيح ايه تمام هيك هيك مع كان في عطل ما عارف شو كان تفضلي ولا يهمك انا اسمي كوثر ابرا وصار لي عندي سنتين بفرنسا هون حقاني أنا قاعدة منطقة أبداً كنت قاطعة الأمل من فرنسي وتعلم منطقة مقطوعة من كل شيء قاعدة منطقة أنا طبعاً كنت عم قلب بالفيسبوك ولا شفت المنشور يلي صار قلبي وفرحني وخلاني طير طير من الفرحة لما شفت إنه لينا بدها تعمل جروب دراسة هون أنا حاولت راسلتها وبعت إنه بدي تضيفيني وتعلم هي فوراً ضافتني ومشي الحال الحمد لله الحمد لله ردت عليك فوراً؟ فوراً ردت علي وضافتني بنفس الوقت كمان طيب. كتير كتير بتشكرها من كل قلبي شكراً لك كتير كوثر ننتقل تفضلي لين بالنسبة يعني لما تابعت مع دروس عطتني تفاؤل بشي مو طبيعي يعني لي عندي اسمها تمثال تفاؤل لكل شيء يعني هلا رغم كل هالحكي هذا وكل هالإشادة بالدورات هلا لقيت صعوبة يعني لين يعني مبين انه في حادة صارمة او مو حادة خلينا نقول صار حازمة صارمة بالتعامل هلا لقيت صعوبة بالدروس لحظة يا لين هون انت ما فيك تحكي هون ما راح خليك تحكي مشان ما تدافع عن حالك بدنا نسمع صوت الطلبة ممكن تعيد السؤال بعد اذنك بدي اقول سؤال انتم مبين انه في اشاده في مديح جدا باسلوب لين ولكن هل كان في صعوبه مع لين بالتعامل معها خلينا نقول بالدراسه يعني نوعا ما او شفتوا في نوع من انواع خلينا نقول الحزم منها لا اثناء لا الدراسه هل لا بتقدموا لها نصيحه انه تكون اقل حزما على سبيل المثال هل لا ولا هي النصيحة ولا نصيحة بقدم لها بالعكس كل شيء كان تمام وماش واجهت أي صعوبة أنا واجهت صعوبة من حالي ما كنت أعرف شيء بس لما لين يعني تحسنتي هلا يعني على يد لين تحسنت كتير يعني 100% تحسنت كنت ما أعرف شو يعني فرنسي تصور يعني فضل الحمد لله صرت أعرف يعني شوي ألفظ أحكي حاول خلص حال يعني كتير من قلبي بتشكر على شكرا لك يا كوثر شكرا انتقل لأستاذة نورة العفو شكرا شكرا يسعد مساكم تحياتي أستاذة نورة تحياتي خلي لي إياك يا رب حبيبي أنا عمري 65 سنة هاي أول شيء
خلينا نتعرف على الأنسة نورة، الأستاذة نورة. بس عارفين عن حالك أستاذة نورة؟ مرحبا، كيف شاركتي مع لين؟ أنا أول شيء عمري 65 سنة وإلي 9 سنين قاعدة بفرنسا، عندي أحفاد وعندي شباب وبعت لك باسم رسالة تلتمسني، ويمكن مالك فاضي ما انتبهت. أنا أم ولا باسم سالم أولا. تاني شيء يا ميت، أهلا وسهلا فيك وباسم، يخلي لي إياك يا رب. أنا بالنسبة إلي بحاول يعني قدر الإمكان، بس ما فيني، عندي باسم كفي موفي، وكتير بحاول، كتير بحب اللغة بس ما بيطلع بإيدي شيء، ودايما بدخل مدرسة على فكرة يعني بالماري ولهون ولهون كمان على الفاضي. وصدفة شفت منشور لي، قلت لحالي يلا بتسلى وإيدي إيدي بالبيت. يعني ما فيني أقدر أوصف لك لين حسستني بعمري 20 سنة، يعني الشيء اللي عم بتابعه معه واللي عم بسمعه منه يكتر خير عن جد، يعني عطاء بلا حدود، ومن قلبه من قلبه من قلبه بتعطي. يعني أنا عشقت اللغة لأجل لين، مو طبيعي أسلوبه. شكرا كتير إليك، شكرا كتير كتير، يخلي لي إياك. وبحب أتشكر كتير أستاذة لين، يعني عن جد أنا بحسها من كتر ما حبيناها وحبينا أسلوبه، بحسها بسعر أولادي، وبتدخل الفكرة مي طبيعي، وتعطي بتعطي ما بتمل ما بتمل، يقزي العين حولها. على فكرة أنا بالنسبة إلي بستنفر الأيام من السبت والأحد والثنين، يعني حتى أحفادي صاروا بطلقين يعني رجعت إلى مقاعد الدراسة. نانا يعني غريب قدت قدمتي أنت باللغة، رجعت إلى مقاعد الدراسة أنت معناتها وبتستنفر. أكيد أكيد. يعني حببتني بالتلوين، حببتني بالوظائف، يعني يمكن هي ما كانت فكرة أنا هيك، يعني كثير كل مالي عم بتقدم أكثر وبيعشق. بدخل أولادي بفرحوا علي بقولوا لي ماما ما شاء الله على يعني الاستمرارية، يعني بتحبي هيك شيء، لأني هي ليل حببتني بها القصص عن جد. شكرا لك خالي أم باسم، شكرا لك. تسلم لي يا روحي، تسلم لي، وبتشكر كثير لي، ميرسي كثير لإلك. شكرا لي يا روحي، شكرا كثير لإلكم. زهورة، زهورة معنا؟ زهورة موجودة مو موجودة؟ طيب عبد الله. الله يسعد مساكم جميعا، تحياتي. مرحبا، تحياتي. يا اهلا وسهلا، تحياتي للاخ ادريس وللاخ والاستاذه لين. الو، عفوا لحظه زهورة. ألو؟ رجعتي لحظه شوي، معلش اسف. اي معك، تفضلي. معك، مساء الخير استاذ نور. مرحبا. اوكي، الو. اي معك معك شاي. عم نسمعك. أنا حابة أتشكر للأنسيلين على كل شيء. أول شيء أنا عندي ظرف صحي، ما بقدر، كنت اللغة نهائي روحها، يعني معفية صحيا، أنا على كرسي متحرك وإلى الفضل. أنا عمري 62 سنة وبنتي يعني عم تتعلم عندها، وصرت حافظة أفعال كتيرة وعم تابع دروسها، وهي مثال لكل فتاة أو أنسي عم تدرس. أسلوبها رائع وممتع جدا جدا بتعاملها معنا، كلياتنا نفس الشيء بتعاملنا، يعني كعد انه نحن طلبة صغار نفس الشيء، يعني نفس الأعمار بتعاملنا. صرت بحكي جمال ونطق وميت فعل، وحتى أولادي يعني مستغربين انه انا لحد هلأ عم تابع الدروس، وحابة اتشكر. شكرا لك لين. يبدو كمان ايضا طنط بتعتبر من الصبايا اللي ولا يوم بيفوتون، يعني كل يوم كل يوم بتدرس، بتراجع لي الفيديوهات على اليوتيوب، دائما بشوف لها تعليقات تفاعل، يعني كتير كتير مهتمة. شكرا لك زهورة. ويبدو انا مع انه ما بتعرفني انه انا يعني عندي ظرف صحي، انا اول مره بحكي. اي تفاجئت هلا وانبسطت انه عم بقدر ساعدك شوي وخفف من ظرفك. شكرا حبيبتي، شكرا كتير كتير. شكرا لك. ويبدو لين ايضا اعادت الناس الى مقاعد الدراسه. شكرا شكرا أستاذة ندى. يبدو ما بعرف معنا ندى. بونسوار. مرحبا. كيفك لين؟ كيفك أستاذ؟ يا ميت أهلا وسهلا. عارفين عن نفسك ندى وكيف تعرفتي على دروس لين؟ أنا واحدة من كتير ناس إجوا على فرنسا، وبتعرف أنت بالغربة، وللغربة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. المفروض أنه نتعرف على أصدقاء، مفروض أنه نتحمل المسؤولية، صبر، اجتهاد، يعني كل شيء، أنه
يكون عنا يعني أكثر من الصبر. يعني لسه عشنا حالات كتير صعبة، كان عنا مشكلة، أنت بتعرف إنه المشكلة هي بس إنه نتعلم اللغة الفرنسية، إنه نتأقلم مع هالغربة، بس إنه نتعلم اللغة الفرنسية كرمال نتأقلم مع الغربة. صحيح، كيف بدأتي؟ كيف بدأتي مع واجهنا كتير اكتئاب. أنا بالنسبة إلي واجهت اكتئاب، صار عندي يأس، صار عندي كآبة، صار عندي توتر وملل، ومن كل شيء من كل شيء، لأني كل شيء يعني كل هدول الشغلات اللي عديتهم هن بيأدوا إنه ننخرط إنه بهذا البلد، الغربة لأن غربة وبلد جديد علينا. فالصدفة، الحمد لله رب العالمين اللي جمعتنا، أنا بعتبرها شمس حياتي الآن سيلين الهندي. أكيد أكيد يعني أنا ما ترددت إنه فوت معه. أول ما صديقة من صديقاتي حكت لي عنه، أنتوا معي؟ معك، عم نسمعك، عم نسمعك. صديقة من صديقاتي حكت لي عنها، كانت كتير شايفتني انه عندي يأس وتوتر وكآبة، وصلت لمرحلة ما عاد يعني كتير اطلع من البيت، قليل روح انه يعني عند زعلي شيء مثلا بالمشفى بالكتير، خفف خفف لان ما افهم شيء من اللغة انا، وما عندي وراق للسكن، وما كان في لسه لا او في ولا شيء. انا صار لي سنة بفرنسا وعانيت كتير بهالسنة، لأجل الصدفة الحمد لله رب العالمين انذكرت لي الأنسلين، والحمد لله الصدفة بتصنع المعجزات. وكان عندي معجزة أنا إنه أتعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الأحرف، بديت معي الأنسلين من نطق الأحرف، هو من نطق الأحرف بديت معي، والحمد لله رب بديت معي الأحرف الصوتية، وبعدين تابعتنا. أصلاً شبهتنا اللغة الفرنسية مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير أو البيبي أول ما بيخلق، إنه شلون بيطلع أول شيء نظرات، بعدين بيبلش عنده نطق على الخفيف. يعني أنا بختصر لك كتير شغلات علمتنا إياها بدائية قبل الأحرف، يعني عطتنا كتير حماس وعطتنا تفاؤل إنه اللغة سهلة، وخففت لنا كتير هالتوتر، وخففت كتير يعني تمام. ما بعرف تمام، يعني شكرا لك يعني نبا. قد ما وصفت قد ما وصفت انه عن جد بتشكرها نحن ألف يعني. ايه تفضل شكرا كثير لك، لان تفضل. نحن راح ننتهي تقريبا، معنا تقريبا حوالي 12 دقيقة، بس بدي اخذ المداخلات الاخرى. بشكرك كثير ندى، معلش تفضل. البقية يعني ارجو بس اختصار المداخلات، بدنا نتعرف كيف تعرفتوا على شو استفدتوا، مدى الاستفادة، هاي التطوع بتعليم اللغة الفرنسية، او التطوع اي عمل تطوعي حقيقة. ممكن واحد عم يصرف مجهود ووقت ايضا من على حساب وقته بس الخاص. حابة شغلة صغيرة عن الشيء اللي حكيته. مظبوط يعني اللي حكيته، ميرسي كتير لإلك. في حكمة دائما بمشي عليها بأول ما نبدأ الكورسات، هي il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfant، يعني لازم نشوف الحياة بعيون الأطفال حتى نبقى بتطور مستمر وإيجابي. يعني لازم نعتبر حالنا وقت نوصل لفرنسا بيبي، وعم نكبر شوي شوي، البيبي ما بياخد قواعد، تمام. بيتعلم اللغة هيك يعني من أهله. كل بحب اقول لك يعني لين، بس اللي بقول بده لك كلام يتعلم لغة ثاني بده يكون طفل، بالطفرة، طبعا بده يتعلم لغة بقول أو لك انت يتعلم لغة. للنجاح معنا وللابداع حصاد. شكرا لك شكرا يا ندى، كثير لك، شكرا. شكرا لك. الأستاذ عبدو العبد الله، تفضل. يسعد مساكم مرة ثانية، وشكرا كثير لكم لهالحلقة الجميلة، وشكرا للأنسيلين. أنا بحب بس إنه أقول عن الأسلوب اللي كان، أو المنهاج، منهاجها كان كتير سلس، وطريقة هي بتحضر الدرس مع صور فيديوهات، كان عندها شيء مسابقات يعني، كانت تشجعنا دايما لأنه نتنافس مين بده ياخذ النقطة يعني. أنا لا أنا لا أنا عرفت حكيت طريقة. عن هي هذا النظام، النقاط طبعا اللي هو نظام تشجيعي. كيف بالضبط. تعرفت على دروس لين يا عبد الله؟ هلا أنا تعرفت على دروس عن طريق صديقي، يعني أنا ما كتير يعني ما كتير بشوف الفيس، فصديقي يعني كان هو طالب عندها، فقال لي إنه هيك هيك هيك، قلت له والله يا ريت. فكانت كتير تجربة كتير حلوة وكتير كويسة يعني، وفادتنا كتير كتير. شكرا لك يا عبد الله، شكرا. العفو. في عندك اي ملاحظة على اسلوب لين على سبيل المثال، انه ممكن تحسن في شيء، ممكن انتم ناقصكم شيء في بعض التفاصيل، ام هلا عم تستفيد كل انت من الموضوع هذا؟
بالعكس كان كله كتير كويس، لدرجة إنه أنا مثلا ما بحب، هي كانت تعطينا مثل الوظائف، فأنا ما بحب أكتب يعني خطي ما هو مو كتير، فعملت نسقت كل الوظائف كلها تنسقتها على الباوربوينت بطرق إنه بحيث إنه كل درس بدرسه بالإضافة للروابط التابعة للصفحة الخاصة بالأنسلين. يعني تقريبا هون من شرحكم انتم كطلبه صرنا نعرف كيف اسلوب لين، صرنا نعرف كيف لازم نتعلم اللغه او صرنا شكرا لك عبد الله، شكرا شكرا لك لحضورك. شكرا رولا، تفضلي رولا. مساء الخير. مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا. انت موجوده بفرنسا رولا ما هيك؟ انا صار لي بفرنسا تقريبا شي سنتين ونص، جيت على وقت الكوفيد وكان وضعي كتير صعب. أنا جاي بفيزا دال، فيزا سياحة، فيزا يعني مثل سياحة. ما عم نحكي عن نوع الفيزا، عم نحكي كيف أنت بدأت بالتعلم اللغة الفرنسية هون. أي وصلت إيه. أنا يعني فترة كانت صعب أنك تطلع من بيتك، تعرف الكوفيد وكل الناس قاعدين ببيوتها وما في دورات وكل شيء سكر يعني. يعني ما بخبرك قديش عدد الاشتراكات اللي انا مشتركتهم ان كان على اليوتيوب ولا ان كان على الفيسبوك، وكلياتهم ما بقول لك دون فائده، بس يعني ما كانوا يرسخوا بالعقل منيح. تعرفت عليها طبعا عن طريق المنتدى، يعني مثل كتير صبايا هون. يعني انا كنت من الناس اللي بفهم على الورق، بس لما حدا يحكي معي كنت افهم منه كلمه او كلمتين. ساعاتك باللفظ منه. يعني تمام، ساعدتني اني افهم الناس شو عم يحكوا معي، يعني طريقه حكيهم، طريقه دمج كلمتين الكلمات ببعضهم. هدول الشغلات كتير كان يعني كان لها الفضل الكبير فيهم. يعني انا بتشكرك كثير. شكرا لك يا رولا. بتشكر في عندك اي نصيحه بتقدميها للي؟ والله بصراحه يعني احنا لازم ناخذ النصايح طيب منا. الله يعطيها العافيه. شكرا كثير. شكرا لك، اهلا وسهلا. شغلة صغيرة حابة يضيفها، انه كمان بجروباتي بنمشي على مبدأ انه هو le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour، يعني انه النجاح هو مجموع الجهود الصغيرة اللي منكررها يوم بعد يوم، يعني كل يوم شوي شوي شوي. ما بضغط انا بدروسي، بس بالاخير بلاقوا نجاح بعد 7 شهور. تمام. شذا تفضلي، انت تعرفتي على لين او حكينا عن معاناتك، اذا كان عندك معاناة باللغة الفرنسية. موجودي معنا شذا؟ مساء الخير. مساء النور، مرحبا. انا اجيت اول شيء الله يعطيكم العافيه. شكرا لك، يعطيك العافيه. وانا تعرفت على الانسولين مثل ما كل الصبايا على المنتدى، شفت الاعلان دغري حكيتها والله، ودغري ضافتني، وكان تعاملها معنا كتير لطيف. هلا بدي اوجه لها هيك رساله صغيره انا بعد اذنك. هلأ لين كانت بالنسبة لنا هيك طوق النجاة، ساعدتنا وساندتنا كتير، أعطتنا من وقتها ومن قلبها وحطتنا على الطريق الصحيح. كل درس من دروس الأنسلين كان عبارة عن سلة هيك مليانة بالورود الملونة، فيها طاقة إيجابية، فيها حب، فيها شحن همم. هلأ أنا إلي 4 سنوات هون بفرنسا، سجلت بكتير معاهد، بس ما كان يصير معي هيك حب وشغف لتعلم اللغة. بس أنا لما انضميت للجروب الأنسريم لين، صرت أستمتع بدراسة اللغة. كانت توصل لنا دائما الفكرة هيك بأسلوب مبسط. اليوم عن طريقكم بدي أتشكرها وبدي أحكي لها أنه نحن كتير منحبها وكتير منقدر الشيء اللي عم تعمله مشاننا. شكرا لك. بس شغلة صغيرة بدي أحكي لها أنه رح تكون بيوم من الأيام كتير فخورة فينا لما تشوف نتيجة تعبها عم تترجم على أرض الواقع. ميرسي كثير لإليكم، ومن هلا أنا فخورة فيكم، يعني لو مالي فخورة ما كنتوا إلا أنتوا هلا هون معي عم بتشاركوني بهذا النجاح. أكيد كل تمام. شكرا. ديما رجعت بدت تضيف شغلة، تفضلي ديما. موجودة؟ ايه استاذ صخر انا موجوده. انا معلش بس بما انه حكيت معي الاستاذه لين على العلن، فانا ما متعوده انه حدا يظلمني بشي
واسكت على العلن. فانا ما راح احكي توضيح شيء يعني توضيح توضيح، ايوه بدنا توضيح التوضيح انه انا ما دخلت فيها وانا ما عاد بدي اللغه، رغم كل هالمديح اللي عم يمدحوها طيب يا بسيطة. انا اللغه، انا اللغه يعني قادره اوصلها عن عن اي طريق تاني. لا معلش استاذ، لا 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 استاذ مو معلش، لا لا انا ما عاد بدي اياها، انا ما لان هي حكت شيء. لو سمحت ديما هون مو مكان لتصفيه الحسابات، في خلافات لاحقا ممكن نحن تنحل بشكل بيني، في خلافات بتصير ولكن هي ما نحن ما لنا هون، نحن عم نشوف تجارب سوريين وغير سوريين مهاجرين لاجئين تجارب، اكيد ما في شيء كمال كمال لله وحده، اكيد ممكن يصير في خلافات، هي الخلافات عباره عن سوء تفاهم انا بعتبره او سوء مفاهيم، وبالتالي ممكن تنحل بشكل جانبي. اللقاء هون اجمالا ما هو مكان لتصفيه الحسابات، اذا في عندك كلمه لو سمحتي بس بعيدا عن اي نوع من انواع التجارب. لا لا ما في شيء، انا بس كنت بدي اقول انه واحد ما بيقول شيء ما صار، بس باختصار ممكن يتم توضيحه، ممكن يتم توضيحه يعني، وعلى العلن انا يعني، وعلى العلن يعني لو صار ما بزعل، انا ما بزعل، بقول مزبوط الحق معه. معناها هاي الرساله بوجهها للين انه يبدو كان في عندك سوء تفاهم، بس هذا الشيء يعني بس، تمام. لا اكثر تمام. ولا اقل، انا ما في شيء بيني وبينه اصلا يعني. شكرا لك، شكرا لك ديما. لين انا يعني يبدو الاستاذ ديما كان في سوء تفاهم خلينا نقول، او ترجم الكلام على غير محتواه يعني، وبالتالي ممكن هذا الموضوع نلاحق، وأنا إذا بدكم ممكن تحكوا مع بعض لاحقا بشكل خاص لتوضيح هاي التفاهمات. دائما أرى أنه أي مشكلة بتنحل على فنجان قهوة إذا نوايا وجدت. لين نواياها طيبة، ديما نواياها طيبة أيضا، وبالتالي أنا برأيي أنه تواصلوا لاحقا لخلينا نقول فكفكت أو تذويب سوء التفاهم هذا. شكرا لك يا ديما، نحن تقريبا راح نوصل لنهاية الحلقة، بدي انتهي مع ريم. شكرا كثير لك ديما، ولكن انا اعذريني هون يعني انا ما حبيت يكون الموضوع عباره عن جدال حقيقه، لانه هون لا عادي استاذ عادي، انا والله العظيم انا والله العظيم لما حكيت لزوجي يعني قال لي طب انت ليش ما قلتي لا، وبس قلت له مشان الاستاذ صخر مو اكثر يعني. ديما هي انت وضحتي انه كان في سوء تفاهم، لين اتمنى التواصل لاحقا بهذا الموضوع لحل خلينا نقول هالإشكال بسوء التفاهم يعني أفضل، بالتالي لأنه يعني الله يعطيك العافية يا رب، لا تأخذنا ما لنا غير بعض، لا وعلمك ما لنا غير بعض في الخارج حقيقة، ممكن يصير في بعض سوء التفاهم، هذا بينحل ببساطة. دي ريم نزلت لتحت، ما بعرف ريم إذا بدك تطلعي تحكي لأنه أنا مضطر أنهي. شكرا لك ديما، شكرا جزيلا، وبرجع بكرر طلبي للين أيضا للتواصل أنت وديما لاحقا بهذا الموضوع اللي ممكن أنه يحل سوء التفاهم اللي صار. أنا بالحالة هي ريم طلعت ورجعت نزلت. لين أنا يعني بدي أتشكرك على حضورك هون، أنا شفت أنه في حتى سيدات كبار بالعمر أنه رجعوا لمقاعد الدراسة بسبب الأسلوب اللي اتبعتيه اللي هو نوعا ما حكوا أشادوا فيه. أيضا هناك في بيكون في بعض خلينا نقول الخلافات اللي عم بتصير بتنحل بشكل بسيط جدا، النوايا موجودة، النوايا عند لين طيبة، النوايا عند ديما طيبة، وبالتالي بنحل هذا الموضوع. قبل ما أنهي ندى، إذا في عندك أي شيء ندى زعير، إذا الفصل الاسم صح، أنا صوتك ضعيف يا ندى، صوتك ضعيف. مساء الخير إليك وللأنسيلين، نتشكر كتير كتير على هالدورات اللي عم تعملها، ظريف كتير عم تفيد كتير ناس. أنا بالأصل مدرسة لغة إنجليزية، إلي سنة جاي على فرنسا، مبارح بالضبط كملت السنة، والحقيقة كتير عم بستفيد من. يا ريت ترفع صوتك يا ندى لأنه صوتك ضعيف جدا، أو ما بعرف أو من عندي حاطة سبيكر ولا. هلا هو لا يحتاج يكون يحط سبيكر، إذا شلتيه بيكون أفضل. بعد إذنك إذا في مجال، لأنه الصوت ضعيف جدا. صوت إيه هيك أحسن. ممكن تفضل. حقيقة نتشكرها كتير 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 للأنسيلين، عطاء بلا حدود، الحمد لله ما شاء الله علي يعني، مشت كل الصبايا باللغة، اللغة الفرنسية ما أنا لغة سهلة، أنا بالأصل مدرسة لغة إنجليزية يعني. يعني أنت جيت من اللغة السهلة للغة الصعبة، فينا نقول هيك. والحقيقة كل يوم بشكل دائم بضل لاحقة اليوتيوب، بضل لاحقة لين شو بتنزل، كم صار لك حتى لو
إلي من الشهر الثالث 13 بلشت أنا وياها بأول دورة، حوالي 9 شهور استفدتي؟ لا الشهر الثالث 13 شهر، عفوا شهرين. 13 شهرين. طبعا أنا من لما جيت على فرنسا بلشت على اليوتيوب، وين شوف يوتيوب فرنسي ادخل عليه وشوفه واكتب، يعني صار عندي يمكن 3 دفاتر فرنسي بشتغل على حالي شوي. ولما شفت الأنسيلين منزلي بشان دورات لغة انبسطت كتير، قلت والله بدي انضم، وبلشت تابعه وين تنزل تلاقيني عم شارك وعم علق له، وما بعرف يمكن هي أكيد انتبهت على هالشي. بعدين بعثت لها طلب وقت اللي نزلت للدورة أنه بدها تبلش فيه، عندها دورة مجانية بدها تبلشها، فكتبت لها على الماسنجر، راسلتها وبعثت لها الامتحان مثلي مثل أي طالبة، ورجعت إلى مقاعد الدراسة مع لين، والحمد لله. وإن شاء الله بنتمنى أنه النتائج تكون كويسة ونحن بنفتخر فيها، وأكيد لين بتفتخر فيها. شكرا لك ندى، شكرا لك. أنا عم درس خوف أنجليزي، إلي الفخر يعني كتير انبسطت أنه أنا عم درس مدرسة لغة إنجليزية، حتى أوقات بنحكي مع بعض من دردش من بسألك كيف كنت تدرسي الطلاب، شو الصعوبات، شو الطريقة، يعني كتير كمان بستفيد من المدرسين اللي معي بقلب الجروب عم درسهم. أكيد أكيد، وأنا كمان كتير مبسوطة بترتيب للدروس، بالعكس يعني ترتيب مرة قلت لك إياه أكاديمي وممتاز جدا وبفيد، لأنه عم تاخذ. إذا في عندك نصيحة أنا كمدرسة أيضا بإمكانكم، أي حدا عنده نصيحة أعتقد بإمكانه يتواصل. أكيد لا بالعكس لين أكيد منظمة كل الأمور الحمد لله، يعني مبلشي من الأحرف مع لفظ الأحرف مع صوت الأحرف مع كلياته، هذا كله شيء بفيد الطلاب. وبعدين بلشت مثلا مع الكلمات المفردات، وبلشت بالأفعال تحفظن للطلاب وتحفظنا إياهم، وأكيد بعدها رح يصير بلشنا بالجمل البسيطة شوي، وإن شاء الله بالمستوى الثالث نكمل معاها. شكرا لك ندى، شكرا شكرا كثير بالإكمال والجمل والحكي. شكرا كثير ندى، شكرا كثير لكم ومتشكرين كثير للأنسيلين. شكرا شكرا. بس حابة احكي شغلي بشكل عام، انه الست مستويات هنين عبارة عن 81 درس 245 ساعة على 7 شهور، يعني اللغة بتاخذ وقت طويل شوي، كل مستوى بنعمل بعده استراحة اسبوع وهيك لحتى تصير لغتكم ممتازة. شكرا، وحكيت في معكم إن شاء الله مستوى رابع وخامس. شكرا لين، شكرا لين. إذا تعلم وتحدث الفرنسية بأسلوب مبسط، هي التجربة، تجربة لين بفرنسا لتعليم من يحتاج اللغة الفرنسية بفرنسا، الراغبين بتعلم اللغة الفرنسية. شفت أنا صار في تشجيع أو أعادة سيدات ورجال كبار إلى مقاعد الدراسة. شكرا لك لين، وهون بدي أكرر أيضا الشكر لديمة أنه طلعت وحكيت وشرحت ووضحت بأسلوب هادي وراقي. وأطلب منكم لين وديما بعد إذنكم إذا ممكن تتواصلوا لاحقا لتوضيح بعض، يبدو أنه هناك كان في سوء تفاهم. شكرا لك لين، شكرا لهالتجربة هاي. بدي أكرر هون شرحا، مهاجرون الآن موجود فوق بتلاقوا الكلب اسمه المهاجرون الآن. نحن منصة على الإنترنت مهاجرون الآن، يعني المنصة برنامج اسمه مهاجر شوية حكي، بتسلط الضوء على قضايا المهاجرين واللاجئين حول العالم، تنقل أخبارهم قصصهم تحديات الصعوبات اللي واجهوها نجاحاتهم أيضا وكل ما يساهم بنفعهم من معلومات وخدمات. بتمنى تنضموا، إذا عندكم شخصيات أخرى نسلط الضوء على تجاربها، نتفاعل معها، نسألها، نستفيد منها، نفيدهم ونستفيد منهم، أكون لكم من الشاكرين. شكرا لحضورك لين. ضحى الخالدي، يعني أنت تقريبا اجيتي بالوقت النهائي، لأنه أساسا جاوزنا 5 دقائق عن الحلقة المخصصة أو شخصية مشهورة، ومع ذلك راح أخذها وإنهي فيها. تفضلي يا ضحى. شخصية مشهورة كتير بفتخر أنه مدرسك. ضحى طبعا بعرفها وبعرفها منيح أيضا، وبالتالي مشان بعدين بتحرمني من الطبخ هي وزوجها يعني، وبالتالي بدي تفضلي يا ضحى. ضحى موجودة؟ ضحى ما عم نسمعك. ضحى في صورة مايك تحت على اليمين، بس اضغطي عليها.
ما عم نسمعك يا ضحى. ضحى ما في. طيب يبدو انه ما انا معنا أنا بدي ضحى. أشكر بهالوقت، نعم ممكن أقدم شكر بهذا الوقت على طبعا، أمل إنه ترجع ضحى. تفضلي يا ريم. بدي أتشكر أول شيء أهلي اللي دعموني حتى أوصل لهون، وكمان بدي أتشكرك لإلك أستاذ صخر إدريس على هاي المبادرة الحلوة وصفحة المهاجرون الآن، وكمان بدي أتشكر مجموعة الأدمينز بمنتدى السوريين بفرنسا اللي دائما معي وعم يقدموا لي كل الدعم المعنوي وعم بيساندوني، وكمان بدي أشكر كل طالب وطالبة اهتموا بالدروس وعبروا لي عن محبتهم ومحبتكم وصلتني كتير يعني، وكتير هيك لمستني عملت لي توشي يعني من جوا، وهي سر استمراري يعني بدي أخبركم. وكمان بالنسبة لأهلي بدي أخبركم إنه مثل ما وعدتكم إنه أنا عم بنظم لمشروع لبناء بيت الأحلام أهدي هدية لأهلي بعد تعبهم كتعبير عن جزء من الشكر للشي اللي قدموا لي إياه بكل حياتي، ولولاهم ما كنت أنا هلأ هون ناجحة ووصلاني لهي المرحلة من النجاح بالفرنسي وبأي مجال من الحياة. شكرا لين. إذا نصل اليوم إلى نهاية الحلقة، حلقة مهاجر وشوية حكي مع لين الهندي. الحلقة هي راح ترجع تنبث وتنشر في على صفحات المهاجرون الآن، صفحات ومنصات المهاجرون الآن، على الموقع الإلكتروني، أيضا على نادي المهاجرون الآن هون، والساوند كلاود واليوتيوب. بشكركم جميعا، بشكرين، بشكر الضيوف، الطلبة، الحضور، المتحدثين، المستمعين، أشكرهم على حضورهم. شكرا جميعا، شكرا لين. ضحى يبدو ما عادت وبالتالي أو ما رجعت، وبالتالي نحن مضطرين ننهي الحلقة. شكرا للجميع. أنا راح يعني انتظر 10 ثواني وبعدين سكر المجموعة. شكرا جزيلا للجميع. ميرسي كتير لإلك.